خلينا نقرأ. تاني باشمهندسين انا بتكلم ان اهم حاجه انا باخدها من التقرير هي التوصيات رقم واحد. باشمهندس انا قلت عليها اهم حاجه باخدها، واحد الطريقه المناسبه لتامين جوانب الحفر رقم واحد. رقم اثنين باشمهندسين انا عايز اعرف منه نوع الاسمنت اللي انا هستخدمه في الاساسات. اللي انا هستخدمه فين؟ في الاساسات. باشمهندسين انا بحدد الاسمنت بناء على ايه؟ هل في مياه جوفيه؟ اه لا. هل في املاح في التربه؟ اه لا. عن طريق الكلام ده هو بيحدد لي الاسمنت اللي انا المفروض استخدمه. ثالث حاجه نوع الاساسات المقترح. يا باشمهندسين هتلاقي مع حضرتك في التقرير هو بيوصيلك باستخدام نوع اساسات معين. هو ايه انواع الاساسات اللي ممكن استخدمها؟ انا عندي نوع لا انا عندي خلينا نتفق ازاي تقومين بقى ايوه عندي نوعين اجنرال. عندي نوع اسمه شيلتر فاونديشن والنوع الثاني ايه؟ صح؟ جوه الشالو ده فيه ايزوليتد لا مش مزيد معنى كلمه ايزوليتد هنا تشمل ايزوليتد مع كومبايند مع ستراب مع ستراب مع كل كلام. طيب النوع الثاني كرافت تمام؟ ده طبعا بايند. لا شوف بقى باشمهندس لها كلام ثاني خالص. شيب بايند بيستخدم لسند جوانب الحفر. انا بتكلم على الفاونديشن الاساسي. عندي ايزوليتد وعندي رافت وعندي بايند. هو هيقول لي حضرتك استخدم ده او ده او ده كتوصيل. هو بيوصي لك. ما انا يا باشمهندس ان هو يوصي لك يبقى حضرتك مش ملزم تاخد بتوصيل بس خلي بالك حضرتك. انت ملزم تاخد بحاجته او تكبر عنه. ما تقللش. لو قللت هشيل المسؤولية. لو قللت هشيل المسؤولية. اما لو عليت خلاص. طيب باشمهندس هو بيحسب او بيقول ازاي بناء على ايه؟ رفت بناء على ايه؟ بايل بناء على ايه؟ بيرنج كباستي. طيب معادلة تقريبية. يعني ايه؟ معادلة تقريبية للاحمال. هو باشمهندس قال هنا بيرنج كباستي. هو بيحسب الاحمال بمعادله ايوه وبعدين يقسم على البيرنج كباستي يديله المسطح بتاعه. تمام المسطح زائد عامل المسطح الكلي بيبقى كده بايظ. لو بقى المسطح الكلي جميل او من 70 لحد 100% اقل من كده بايظ. زي الفل كلام زي الفل. مش منسين انا بحدد ايزوليتد او رافت او بايظ بناء على ايه؟ بناء على التالي. اول حاجه هو بيحسب احمال بس احمال ايه؟ تقريبيه. تقريبيه ازاي يا باشمهندس بيحسب احمال تقريبيه؟ أنا كلام مع بعض كده براحة. إزاي بيحسب أحمال تقريبية؟ باشمهندس هو الأحمال اللي عندنا إيه أنواع الأحمال اللي عندنا أصلاً؟ اللود عبارة عن سلت لود ولد صح كده بتشتغل. ديد لود شاملة الآتي شاملة أون ويند وشاملة الكفر وشمنا الول شمنا ايه؟ خلاص مش شمنا والله دي الاحمال الموجوده معايا صح؟ باشمهندسين هو بيبدا يدي سمك معين تخانه معينه للسقف. تخانه معينه للسقف حسب ايه؟ هو عارف يا باشمهندسين اي حد بيعمل تقرير التربه يبقى عارف المبنى هيستخدم ايه؟ هل فلات؟ هل سوليد؟ هل نوع تاني؟ يبقى عارف المال بيبقى قال له انا عايز استخدم ايه؟ عايز اعمل ايه؟ فعن طريق ان انا عرفت اون ويت هي عباره عن التي اس في الجامعة ار سي. انا مجرد بعمل اسامبشن بعمل فرض لسمك البلاطه تي اس في الجامعة ار سي بحط الكفر معروف بوينت 15 مش عارفين اللي هو لما نشرح كمان شويه من بوينت 2 تو بوينت 5 ولا من بوينت 2 بوينت 5 باشمهندسين المبنى اللي انا هعمله حسب استخدامه هل هو اداري هل هو سكني انا عايز اعمله ايه؟ حسب الرايت لود هيحط ايه؟
الحمل بتاع ولادكم 0.2 سكند. طيب ده كله حاجه تقريبيه حاجه ايه شونسين عن طريق ان انا عرفت الرقم ده اسمه طن على المتر المربع. يعني يا باش مهندسين كل واحد متر مربع من المبنى هيكون طالع بالطن. وليكن الرقم ده وليكن طلع واحد واحد من عشر طن وليكن على المتر المربع. معنى ايه يا باشمهندس؟ معناه حضرتك ان كل واحد متر مربع من المبنى حلو كام؟ واحد واحد من عشر طن. طيب جميل قوي الكلام ده سهل خالص. باشمهندسين انا هعمل المبنى بتاعي في اريا مقدارها وليكن 200 متر مربع. انا عارف المبنى بتاعي انا عارف تقريبا هيطلع باريا معينه وليكن 200 متر مربع. اذا يا باشمهندسين وزن الدور اعرف اجيبه؟ سهل خالص اهو ويت اوف فلور عباره عن ال 200 متر مربع ضمن في كام؟ ده وزن ايه؟ وزن الدور. وزن الدور الواحد وليكن هيطلع معايا هنا مثلا 220 طن. باشمهندسين انا بمجرد اسامشن بمجرد دردش مع المالك عرفت منه هو عايز يعمل سلاب ولا سوليد سلاب، عرفت عايز يعمل سكني ولا تجاري، عرفت هو عايز يعمل ايه. فعن طريق ان انا عرفته منه عرفت اجيب الاحمال هي اللودز، وبمعرفتي بالاريا بتاعت المبنى نفسها ضربتها في اللود على المتر المربع طلعت وزن ايه؟ وزن الدور. طبيعي انا عارف انا عايز اعمل تقرير يستحمل كام دور، انا عارف مالك اقول انا عايز اعمل مثلا 10 ادوار. اذا الوزن توتال بتاع المبنى عباره عن 220 في نمبر اوف فلور اللي هو كام؟ اللي هو ال 10. وزن الدور بعد الادوار هيجيب لي ايه؟ وزن الكامل للمبنى. الوزن الكامل ايه؟ اذا الوزن الكامل للمبنى تقريبا 2200 طن. في مشكله؟ انا جبت دلوقتي الوزن انا جبت الوزن الكلي للمبنى. وزن كلي ايه؟ باشمهندسين انا عارف يا عم انا وصلت لحد دلوقتي الوزن الكلي للمبنى. طيب انا كواحد بتاع تربه اصلا بتاع تدريب تربه انا اصلا بعمل تدريب تربه ليه؟ ابرز حاجه عايز اجيبها ايه؟ برين كاباسيتي صح؟ او قدره تحمل التربه. قدره تحمل الضربه. باشمهندسين في قانون بيقول لحضرتك اسمه ستريس بيساوي الفورس على الاريا. القانون ده اكيد طبعا محدش كنا عارفينه صح؟ انا عارف قدره تحمل التربه كايه؟ كاجهاد كستريس. البيني كاباستي معناها معنى الكلمه بيني كاباستي هي قدره تحمل التربه كاجهاد كستريس. اذا انا كأنا واحد عامل التقرير ده انا اللي بقول التربه تستحمل قد ايه بناء على ايه؟ بناء على الجسد اللي عملتها، بناء على الاختبارات اللي عملتها، بناء على كل حاجه. اذا عندي معلومه انا اللي جايبها كتقرير التربه عارف ان الستريس ده وليكن 2 طن او 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. ده بيقارن تقريبا 20 طن على متر مربع. انا عارف معلومه كده. عارف ان قيمه البيرنج كاباستي انا طلعتها من الاختبارات بتاعتي بتساوي 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع او ما مقابلها يعني 20 طن على متر مربع. طب دي معلومه عندي. وعندي معلومه ثانيه يا باشمهندسين بتقول ايه؟ ان الحمل الكلي للمبنى كام؟ 2200 طن. اذا يا باش مهندسين لازم الاقي اريا تحت الاقي اريا للتاسيس تساوي 2200 على ال 20 صح؟ اذا لازم الاقي اريا كام؟ 110. لازم الاقي اريا 110 متر مربع لايه؟ للتاسيس. يا باشمهندسين انا دلوقتي انا حسبت اريا التاسيس كام؟ 110 متر مربع. لحظه يا باشمهندسين كده المعلومه نفس الطريقه خالص دي ان انا عندي اريا
ان اذا انا وصلت ان اريا الفاونديشن اللي انا حسبتها كالكوليتد بيساوي كام؟ 110 متر مربع. جميل قوي. انا هاسس على ايه؟ الموقع بتاعي. مش مهندسين انا عندي الموقع بتاعي كده. الموقع بتاعي عبارة عن طول ارض. موقع كمان عندي هنا جار. وهنا مثلا جار. وهنا شارع. وهنا شارع مثلا. اقصى حاجة ممكن اعملها. اقصى هيطلع منها. انا اخد الارة دي كلها. وممكن اوقف في الشارع مثلا متر مثلا على حاجة. وهنا متر كمان. رغم انه نصعد الجار. صح؟ انا كده بحسب ايه او بشوف ايه؟ بشوف اريا التأسيس اللي ايه؟ المتاحة ليا. مساحة التأسيس المتاحة ليا على الموقع. يبقى انا هحسب المساحة دي. اسمها اريا والفاونديشن. دي بقى اكتشوال. هحسب مساحة التأسيس الطبيعية اللي قدامي اللي انا المفروض هأسس عليها. يبقى انا عندي اريا وفاونديشن انا حسبتها وعندي اريا وفاونديشن انا ايه؟ اكتشوال طلعتها فعليا من على الارض من على الموقع. عندي اثنين اريا. بالمقارنة بين الاثنين هقدر احسب اذا كان انزوليتد ولا رف ولا طيب ازاي؟ مش مهندسين انا هقسم اريا كالكوليتد على اريا اكتشوال. لها ثلاث احتمالات. اول احتمال ان هي تكون اقل من 0.667. ثاني احتمال ان هي من 0.7 لواحد. اخر احتمال ان هي تكون اكبر من الواحد. الاحتمال الاولاني ان هي تكون ايه؟ اقل من تلتين. كمان التاني ان هي من تلتين لواحد. اخر احتمال ان هي تكون اكتر من واحد. معنى مش مهندسين ان هي تكون اكتر من واحد ان انا اصلا لو خدت المساحه دي كلها الاستريس ده مش هتكفي. المساحه مش هتكفي. الاستريس اللي تحت هيتعدى قيمه البيرنج كاباسيتي. اذا يا باشا مهندسين انا محتاج اريا اكتر من كده وانا ما عنديش. اعمل ايه؟ انا لو عندي اكبر من واحد الحل المناسب ليا باي. ومعنى كلمه باي ان انا هنقل الاحمال لتربه ثانيه تقدر تستحمل اكتر. معنى كلمه باي ان انا هنقل الاحمال من تربه ضعيفه لتربه تقدر تستحمل. لو طلعت عندك من تلتين لواحد المناسب لحضرتك ايه؟ رفت. لو اقل من تلتين المناسب ليك ايه؟ ومعنى كلمه ازوليتد هي ايه؟ ازوليتد ستراب ستراب كل حاجه. تمام؟ دي الطريقه البسيطه اللي انا ممكن احسب ايه الاساسات اللي انا متوقع تحصل. تمام؟ مهندس معلش بس هو لما يبقى في شارع بياخد قد ايه من الشارع؟ انا ممكن اقعد في ونص كمان. تمام؟ بس المناسب عشان الاحمال ما تضيعش منك او سنتر سي جي بتاع الاحمال اللي حد ما في السي جي بتاع الرفض تقريبا متر متر ونص. والمعقول هو متر. هو متر. عشان برضه خطوط الصرف كمان 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 انت كمان ممكن اصلا في الشارع ما تسمعش ليك تقعد مساحه. ده اخرك ما تعديش المنطقه خش ترخيص. تمام؟ اني رفرفه. رفرفه ايه؟ ما دي رفرفه. عشان دي كده اسمها رفرفه. اسمها رفرفه. ايه؟ انت عادي مش شارع؟ ما انا حسبها معاك. اه اللي هقاس عليها. فلور تغطية؟ هي فلور. ايه هي فلور؟
لا دورك على على الفلورنج اللود حمل الفلور لا 15 تقطيعات لا لا قصدي مساحه المبنى ما انا مش انا عارف ايه لا لا وانا ممكن اقول حاجه في حد في اماكن معينه زي مثلا في جامعه الحاجه بيفرض عليك ان انت تبني ايه مساحه مساحه اللي من جوه 60% 70% تلتين الربع النص تمام مساحه المبنى غير مساحه الارض مساحه المبنى حاجه مساحه الارض حاجه تانية مساحه الارض مساحه الارض تحتك مبنى هو المبنى اللي هيطلع على الارض تحتك دي حاجه تمام اذا انا بطريقه بسيطه قدرت اعرف انا هستخدم اي نوع من الاسفلت هل ازوليتد ولا رفت ولا بره مساحه المبنى لا الاريا كالكوليتد هي عباره انا جبت قيمه وزن الكل للدور للمبنى وزن كل المبنى وعندي الاسترس اللي هو بيلين كاست جبت اريا كالكوليتد اريا نظريه من دماغي انا لا علاقه لها بالارض لا علاقه لها بالمبنى حاجه ثانيه خالص حاجه محسوبه اسمها كالكوليتد تمام؟ أنا بقارنها بأريا فاونديشن اكتوال اللي هي على الأرض بقى. اللي هي المساحة المخصصة للتأسيس اللي هي بالأخص مساحة الأرض. مساحة الأرض. ممكن آخد معاك كمان فرقة متر أو متر ونص من الشارع. تمام؟ دي اسمها أريا كالكوليتنج ودي اسمها أريا أوف فاونديشن. واضح الكلام؟ نكمل. اللي عنده أسئلة ممكن نكمل آخر الحصة بأي واحد. مش مشكلة. طيب. مهندس حضرتك اريا كالكوليتنج معلش حضرتك اريا كالكوليتنج هي اريا فاونديشن مش مهندسين انا قلت غير الاريا اكشن لا دي غير ماشي غير حضرتك قلت دلوقتي ان الاريا انا قلت انا قلت بالظبط اريا كالكوليتنج هي قيمه نظريه محسوبه قيمه محسوبه محسوبه من 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 الحمل الكل للمبنى والسيستم البيلنج كاباسيتي محسوبة نظرية كلمة قيمة نظرية تمام اللي هي بتساوي بقى اللي هي اريا فاونديشن لا انا ما سويتهاش ده انا قسمتهم على بعض ده انا عملت مقارنة بينهم كومبير بينهم قسمتهم على بعض طلع عندي ثلاث احتمالات اقل من ثلثين من ثلثين لواحد اكبر من واحد تمام طيب نكمل باشمهندسين انا عرفت او هو قال لي باشمهندس استخدم او انا بوصل لحضرتك استخدم نوع معين من الاسفلت لو قال لحضرتك كمان استخدم ايزوليتد هو يقول لحضرتك كمان مع ايزوليتد يقول لك استخدم ميد كام في كام في تسليح كام تاني لو قال لحضرتك استخدم ايزوليتد هيقول لحضرتك برضو استخدم ميد كام في كام تسليح كام تمام المتعارف بيننا ان احنا محدش بيعمل زي الميت الميت كده ايه يعني بالسنس او بالخبره او محفوظه بحب واشهر حاجه ليها اشهر حاجه للميت ان هو بيقول لحضرتك استخدم ميت بعرض 30 سنتي ودبس وليكن حسب دبس الاواعي الدبس ده حسب دبس فونديشن والله لو 50 في 50 في 50 لو 60 في 60 التسليح اللي جوه باشمهندس غالبا ما بيكون يا اما 4 في 16 سفلي وعلوي يا اما بيكون ايه 3 كده 16 يبقى 16 بس يا باشمهندس لو حضرتك قررت تعمل ديزاين للميت تعمله ازاي؟ لو حضرتك عايز تعمل ديزاين للميت تعمله ازاي؟ واحد على 10 بتحمل الرجال العمود والرجال الاكيد اقتضى عليه شد بس. هي بتعمل ايه؟ ديزاين للميت بعتبر ان عليها حمل واحد على 10 من الحمل الكبير اللي جاي ما بين العمودين. ايه فلسفته؟ كليه تقريبا كده حجم الفريضه وكليه من ايه فلسفته؟
يعني الحمل الوهمي مثلا بيقول مثلا دي الحمل اللي هجيبها من العمود اللي هتيجي عليه من طبعا نجيب اللي ريس دي انت خلاص بس محصل سيت الماء في عاده ايوه شات او ميجا وسع عليها بون طيب جميل اتفضل قول استنى طب ايه استنى طب شديد لا مش احنا دلوقتي احنا بره شديد ده طبقني خالص ها لا هو الجانبين شايفين انا عندي اثنين كيس عندي حالتين لديزاين الميد عندي حالتين عشان اعمل ديزاين الميد حالتين اثنين عندي حالتين او الميد اتعرض لنوعين من الاحمال النوع الاولاني مش مهندس ان هي بتشيل الحيط عندي ميدا يعني عندي اسد اهو عندي قاعده وعندي قاعده وعندي جنب ميدا صح اللي بيحصل الميد هي يعني مسؤوله ان هي تشيل حمل الحيطه في الدور ده صح؟ يبقى انا لو انا مثلت تمثيل بسيط خالص وقلت ان هي سيمبل سبورت كده مثلا وعليها احمام الاحمام دي اسمها وول لود وعن طريق ان انا جبت الاحمام وسبان الميدا السبان ده وقلت المومنت بتاعي بيساوي كذا عن طريق المومنت ده هنجيب بيتس وهجيب الاستيل للميدا صح؟ ده اول حاجه اول حاله ده الطبيعي ان الميدا مسؤوله عن حمل احمال الحيطه بتاعت دور ارضي او دور بدروك صح ده اول حاجه الحاجه الثانيه مش منسين هو انا اصلا حاط الميدا في القواعد ليه عشان اشيل الهبوط اذا في احتمال يحصل هبوط مش منسين عايزين نعرف ان في حاجه اسمها في الهبوط حاجه اسمها سيتلمنت حاجه اسمها ايه كونستروديشن هبوط لحظي لو استمنت هبوط مع المدى الزمن او على المستوى البعيد هو اسمه كونسولوجيشن انا ما بخافش لو كلها خلطت مع بعضها ايه بقول حاجه لو حصل ديفرنشال سيتلمنت هي دي المشكله لو حصل يا باشمهندسين ان البيم دي او الميل دي نفس الاسلوب بتاعها كده لو حصل لها هبوط نسبي لو القاعده دي هبطت اكتر من دي وليكن هنا كده وبقت الميدا عامله كده ايه دي المشكله انا بفرض ان هيحصل هبوط نسبي مقداره 1 سنتي رقم صدر رقم كبير يعني رقم مش صغير انا بفرض assumption ان هيحصل هبوط نسبي او فرق في الهبوط مقداره ايه 1 سم نتيجه ده يا باشمهندس لو حد فاكر الاستراكشر عشان اعمل بيم كده فيها هبوط عندي مومنت كده مومنت كده صح اتنين مومنت في نفس الاتجاه هترد بالرياكشن عكسي عكسي انا في حيل على الموضوع خالص انا بقول لحضرتك ان هو في النهايه نتيجه الهبوط ده هتولد مومنت المومنت ده هيجيب تو رياكشن عن طريق ده هرسم مومنت المومنت يبقى عامل كده اشبه بالشير المومنت ده اللي انا هسلح منه التسليح السفلي والعلوي للميدا تاني باشمهندسين نتيجه حدوث هبوط نسبي او ان ركيزه او ان قاعده تخبط اكتر من التاني هيحصل قدام حضرتك ده سبورت نزل شويه تيجي نزوله هيحصل قدامك ده في مومنت هيتولد بالمنظر ده المومنت ده مسؤول ان هو يرجع القاعده المطرح بالمنظر ده وهيتولد رياكشن عكسي وهنزل المومنت عادي خالص بالمنظر ده المومنت اللي فوق ده علوي واللي تحت ده سفلي هاخد ده السفلي والعلوي اللي هنا واسلح منه اجيب منه ايه الميجا المومنت على بعض المومنت بتاع الديفرنشال سيتلمنت مع المومنت بتاع الوورس ده مع الاثنين مع بعض تمام بس غالبا انا بتكلم لو واحد بيتخيل ان هو عايز يعمل ديزاين بس احنا غالبا نرجع برضه في الاخر نحطها ضمرت كده لا زق على الاول غالبا المسافات بتبقى كام يعني المسافه من القاعده بتكمل كام بحط 3 16 المسافه بتكمل كام بحط 4 اصلا خليك كده احسن انا مشارح ده
عرفت ايه المشكلة عندك؟ هل في الإحمال الحيطة ولا الإحمال الديسك الصندوق؟ انا مشكلتي في الجمهور. مفيش حد في الفونديشن على فكره بيعمل بيعمل حد. ما انا قلت انا قلت هو كل بيحط يا اما 3 16 يا اما 4 16. جميل قوي. انا عايز اعرف بقى فلسفتهم ايه يعني خبره من كام للبحر من كام مش عارفين من الاخر من الاخر هو الموضوع بيتحط كده از بيتحط حط خلاص تمام. بس انا بيحكمني حاجه بقى. ايه اللي بيحكمني؟ ان انا برضو عندي نص بيقول ان حضرتك لازم تراعي ان البيب او العرض سوري عرض الويدث بتاع الميتا ده عرضه صح؟ ده بيهم البي دي لازم تكون بتساوي مينيمم ال على 20 حيث ال دي طول الميتا. تاني عند حضرتك شرط بيقول يا باشمهندس حسب طول الميدة انا هحدد عرض الميدة. وخلي بال حضرتك عندك شرط تاني بيقول لحضرتك ايه؟ ان الميدة تعامل معاملة الكاميرات. معنى كلمة معاملة الكاميرات اذا شفت انت محدد بالاريا ستيل مينيمم ما ينفعش تقل عنها. وعن طريق انت هتزود عرض مع دبس الميدة حضرتك هتزود الدبس هتزود التسليح. تاني؟ لو عندك الاسبان زاد في البحر الصافي من العمود للعمود ولا لا لا كلير من قعده القعده كلير من عشان قعده القعده معنى كلمه ال على 20 دي ال دي ايه كلير من القعده القعده حتى لو من وش لوش حتى لو السملات مقلوبه على القعده على القواعد من وش لوش مقلوبه زي سطح مقلوبه زي في نفس المستوى مش مش من وش لوش طب انا انا عايز نوصل لحل يعني خلي الصفرات دي ممكن بوقت كده نكتبها مع بعض عشان احنا كده هنضيع السكند دلوقتي. تمام. احنا خلي الصفرات دي تمام؟ يعني خلينا نقول عليه وخلي الصفر. بس ما تكتبش خلاص. ماشي خلاص. تاني اذا انا محكوم بسبان الميدا. عن طريق سبان الميدا هجيب العرض واجيب الدبس تمام؟ اذا انا مطالب مني ان انا كواحد بعمل تقرير التربه ان اوضح للديزاينر يا باشمهندس لو انا قررت لحضرتك تعمل ايزوليتد انا هقول لك الميدا كام بكام تسليح ايه كام شوف له تمام ده برضو ضمن ايه ضمن نوع السفن المقترح. يبقى انا عرفت او انا مطالب ديزاينر اعرف من الراجل اللي هو بتاع تقرير التربه ان هيقول لي الطريقه المناسبه للتامين هيقول لي نوع الاسمنت هيقول لي نوع السفن ايه المقترح اللي بعدها ان هيقول لك يا باشمهندس منسوب التاسيس الصالح يا باشمهندس حضرتك اعد تاسيسك عند منسوب كذا. وعند كلمه منسوب كذا لها حاجتين. الحاجه الاولانيه يا باشمهندس ان انا لازم اسس على تربه صالحه للتاسيس. محدش يجي يقول لي هاسس على ربيع مع ردم طبعا ده بهدله. يبقى انا معنى كلمه منسوب التاسيس الصالح يا باشمهندس انا بقول لحضرتك ان انا بختار المنسوب اللي عنده التربه الصالحه للتاسيس التربه الصالحه. كمان يا باشمهندس بيخش مع حضرتك كمان حاجه ثانيه وهي هو انا عايز اعمل بدروم على منسوب كام؟ هل ينفع اسس من غير ما اعرف منسوب بدروم كام؟ يبقى حاجه اولانيه انا عايز اعرف التربه الصالحه للتسقيل. تاني حاجه هو انا كمالك عايز احط بدروم على منسوب كام؟ وليكن انا هفترض مع حضرتك ان انا قررت وليكن انا هعمل انا قررت ان انا هعمل منسوب منسوب بدروم بتاعي مثلا سالب 2.5 لو قلت متر ونص قلت هعمل ارتفاع الدور 3 متر يعني هعمل دور الارض على على نص او 60 سم زي الفل. انا قلت ان انا عايز اعمل بدروم على 3.5. لو انا عايز اعمل منسوب تاسيس صالح لازم اخدها بالراجع. باشمهندس انا هحط ليبل البدروم سالب 2.5 صح ولا غلط؟ وانا قلت لحضرتك من شويه ان انا حددت لك نوع الاساس. اذا انا قلت لحضرتك استخدم ايزوليتد بسمك وليكن 60 سم
صح؟ وخد عليها باشمهندس وليكن 40 سم معناه لحد الترم صح؟ اذا انا وصلت لمنسوب كام؟ 3.5 صح؟ علي فوق شوية تاني لكن عاد شوية انا قلت ان انا عندي انا عايز احط منسوب البدروم على سالب 2.5 طيب في حاجة نسميها او في حاجة نسميها شو نسيب في حاجة اسمها الكفر التطيات صح؟ التطيات ده هو سواء رخام سواء سيراميك سواء سواء انا بسيب له في البدروم ما يقرب من 20 ل 2 سم من بوينت 2 لبوينت 3 ده في البدروم بس عشان بيشمل دكه عاديه بيشمل دكه مسلحه 5 على 10 تقريبا كنت فارخين كان انا تقريبا بسيب له من 20 سم ل 30 سم تغطيات تمام اذا انا قلت ان ده منسوب الخرسانه تحت سالب 2.80 مثلا وهعمل 60 سم مسلحه و40 عاديه انا اللي قلت له عليهم انا اللي قلت له عليهم اذا هقول له انزل 1 متر الثابت دي الثابت اصل ده كام؟ اذا يا باشمهندس حضرتك لما تيجي تقول له هنا بوصل حضرتك منسوبك في الصاله اذا انا بقول له منسوبك هنا لا يقل عن سالب 3.8 ولكن لازم وانا هنا اكون وصلت لايه؟ للتربه الصالحه للتاسيس يبقى انا اللي بيحكمني ان انا بحدد منسوب التاسيس الصالح حاجتين اول حاجه المعماري او البدروم او منسوب بدروم ثاني حاجة منسوب التربة صالحة للتأسيس. هو برضه هيقول لحضرتك أسس على منسوب كذا تمام؟ بعد كده هيقول لحضرتك منسوب المية الجوفية. باشمهندس حضرتك وأنت بتعمل تأسيسك وبتعمل شغلك إن شاء الله هتلاقي المية طالعة لك عند منسوب كذا. طب دي هتفيدني أو دي حاجة مهمة ليا؟ طبعا مهمة جدا. مهمة جدا، مهمة في إيه بقى؟ مهمة هتعرف انت كواحد ديزاينر هو انت هتأسس في المية ولا مش في المية هتفرق تفرق جدا مش هنسيب التسع مدى حياة تاني خالص يعني شغل تاني خالص بيحصل بام بيحصل شد مية بيحصل ابيار بيحصل حاجات كتير اذا انا عارف ان انا لما اجي اسس في وجود مية لازم اعرف ان انت عندك تكلفة اسمها تكلفة الحفر هيخش بيها شد ميه وابيض الحاجه الثانيه بالخمسين ان لازم تعرف ان عندك مشكله في سند جوانب الحفر لو عندك ميه عندك مشكله لو عندك ميه عندك مشكله يبقى منسوب الميه الجوفيه ده بيخش معاك في حساب جوانب الحفر في طرق التامين في السيستم ده حضرتك هل هتستخدم بايلز ولا ريتيننج وول منسوب الميه الجوفيه ده بيفرق معاك جدا يبقى حاجه من ضمن اللي هيقول لي عليها باشمهندس منسوب ميه وفيه عندك عند منسوب كذا بعد كده هل انا هستخدم تربه احلال ولا لا مش هستخدم تربه احلال بجونزين معنى كلمه تربه احلال ايه يعني ايه تربه احلال يعني شيء جزء من التربه عشان طفله مثلا واحط مكانها رمل وزرع يعمل ايه ايه فانتو؟ عشان ازود البيلينج بس بتاع المنتج ده بس جميل وزع جدات ها باشمهندسين معنى كلمة تربة احلال هي تربة بحصل عن طريقها او نتيجة ان انا بحطها يعني بحصل على قيمة قدرة للتربة اسمها ميكانيكال بيرنج كاباستي قدرة للتربة ميكانيكية انا بزود عن طريقها قيمة البيرنج كاباستي باشمهندسين انا عندي عايز اركز قوي في الحكايه دي عشان انا هحدد عليها او هبني عليها جزء من المحاضره. لو انا عندي تربه ضعيفه وليكن اهي
البيرنج كابس بتاعتها مثلا سالب او سوري 1 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. باشمهندس انا لو انا حطيت عليها المبنى بتاعي او الحساب بتاعتها عامله كده السالب قدر عمود احماله جت هنا على السالب فده كده ستريس سالب. انا عارف ان الماكسيموم ستريس هنا كام؟ واحد. اقصى حاجه ممكن احطها هنا او اقصى اجهاد توصلته فيه كام؟ واحد. بس انا بقى مش لو انا خدت عمق معين زودته تحت، لو انا شلت الطبقه دي كلها مثلا وليكن متر ونص شلتها وغليتها وعملت تربه اقوى شويه الاحمال هيحصل فيها ايه؟ هيحصل لها ديستريبيوشن توزيع على مساحه ايه؟ اكبر شويه. المين هنا واحد لواحد يعني هنا مثلا رقم لو ده 2 متر يبقى ده متر ونص وده متر ونص ده كام؟ 5 متر. يبقى مكان الحمل متشال عن طريق 2 متر فوق شال على كام؟ اذا انا بعمل تريح بريحها شويه وعن طريق بريحها شويه زودت متر ونص احلال ومكلف. اه طبعا متر ونص زلط حاجه كبيره مكلفه كمان، هو بياخد دمك وبياخد اختبارات ودمك بقى 25 سنتي ودمك بصوره معينه واختبارات بروكتور ايا كان. انا عملت تربه احلال، تربه احلال بتعمل ايه؟ عملت زودت البيرنج كباستي للتربه. طبعا يا جماعه الاسم الرباعي والمبلغ اللي دفعه لحد دلوقتي والتليفون دي حد التوصيف ازاي؟ انا مش عايز خلينا ناخد البيت بيت وروح ما حدش يركز معايا. دي حد التوصيف ازاي؟ يعني انت يقول لي هتحط الضربه بتاعتك زلط بس او زلط ورمل ونسبه ان هل 50 50 ولا 30 60؟ انا يهمني يعني انا كديزاينر انا يهمني ان هو يقول لي تربه احلال مقدارها كذا. مش هيهمني انا كديزاينر اصلا، هو هيهم اللي بينفذ. لا انا كديزاينر مش هيهمني، اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ انت بس في الاخر هصمم عليك. لا هيفرق معاك، هيفرق معاك ليه؟ هقول لك. مش هنسيه، انا اللي يهمني دلوقتي ان انا اعرف قيمه البيرنج كاباستي كام. بس انا بقول لحضرتك ان فلسفه الشغل ان انا عندي بيرنج كاباستي كانت قليله، حاطط لها تربه عامل توزيع اكبر شويه زودت قيمة البيرنج كاباستي. واحد ونص أو واحد أو الدبس بناء على إيه؟ أنا كل اللي بيفرق معايا يا باشمهندس بيفرق معايا أنا عايز أوصل قيمة البيرنج كاباستي بكام؟ يعني لو أنا استخدمت واحد طبعًا لها معدل طبعًا هيوصل حضرتك مثلًا واحد ونص كيلو جرام على سنتيمتر مربع. لو خدت واحد ونص متر هيرفعك لواحد 75. يبقى كل ما هزود دبس تربه الاحلال كل ما هزود ايه؟ قيمه البيرنج كاباستي. تمام؟ بيفرق بناء على ايه وعلى ايه؟ لو عندك ميه ابعد عن الرمل خالص. لو عندك ميه ابعد عن الرمل، ليه؟ اسحب الرمل. الميه الرمل بينزل. صدم ضغط. لو عندك ميه مش موجوده قوي او ميه معقوله رمل صح. تمام؟ 50 50. تمام؟ التربه الاحلال بيفرق معاك ايه؟ قول كمان شويه. يبقى انا هيقول لي يا باشمهندس هل يوجد تربه احلال؟ اه ولا لا؟ وان وجدت هيقول لك دبسها كام؟ مكونه من كام لكام؟ جميل؟ طب باشمهندس هو ايه حقن التربه؟ ايه؟ حقن التربه دي حقن التربه هقول لك عليها بس انا خالص. لا لا حقن التربه دي مجرد ان انا بعالج تربه ضعيفه. او بعالج تربه لدين. او جيت لقيت يعني ايه؟ جيت اعمل جلسات التربه لقيت عندي 4 متر او 5 متر ردم عشان اشيلهم تكلفه عاليه قوي، فبعمل حاجه اسمها حقن التربه. هقول لك خلينا نخلص المحاضره. تمام؟ هات العاوز دي اسمعها بس اسمعها في اخر المحاضره عشان بس ما نطوش من بعض. باشمهندس هيقول لك ايه نقطه الاحلال وتوصيفها ان وجدت. كمان اقول لحضرتك ما هي نوع التربه اللي هيتم فيها الحفر. طب دي مهمه ليه؟ اه طبعا مهمه. اي مهندس بيعمل ديزاين بيعمل مع ديزاين حاجه اسمها
مقايسه صح. المقايسه دي فيها بند اسمه بند الحفر. لازم حضرتك تقول للمقاول اللي جاي من الشغل ان انت هتعمل حفر في دبس او في تربه نوعها كذا كذا كذا. ليه؟ اي حفر لو في تربه طينيه غير تربه زلطيه غير تربه رمليه. كل نوع تربه له سعر لوحده. لو انت قلت لي تعالى احفر في تربه طينيه وجيت لقيتها صخر، لا مش هينفع، وساعتها عالي عليك السعر. اذا انا مطالب ان انا اعمل توصيف للتربه اللي هيتم فيها ايه؟ حفر. اذا هو مطالب يقول لي انت تحفر عنه. اخر حاجه قولها لي ودي اهم حاجه او دي اللي معمول لها التقرير، الجهد الصافي للتربه. ودي اهم حاجه. ده انا اصلا بقرا التقرير ده كله عشان اوصل ما هو الجهد الصافي للتربه. او انا هاسس التربه دي تستحمل استرس مقداره قد ايه. طب ايه؟ ما هو التربه؟ لا انا يعني انا لما اجي اقول لحضرتك التربه ايه؟ التقرير قدامك اهو. التقرير ده فيه اسمها ايه؟ جسات او جسه اللي بتعبر عن طبقات تربه. هاجي انا عارف لما اجي اقول لحضرتك ان بناء على الصوره اللي انا عملتها طلعت بالنهائي ان انا عندي التربه خلال مثلا 20 متر 20 متر اهو تمام؟ هعملها كده دايجرام كده اقول لك الاول متر 2 متر 3 متر لحد 20 1 2 3 4 هنا هتلاقي ردم هنا تربه طينيه هنا رمل زلط هنا حدد لك. يبقى انا كواحد ده التقرير ده هقول لك ان خلال 20 متر من التربه هحدد لك انت عندك ايه هتلاقي ايه. اذا لما اجي اوصف لغايه اللي بقى الحفر واقف عند 4 متر مثلا هنا كده هقول له انت هتعمل حفر خلال تربه رديم وتربه طينيه وتربه هحدد بناء على ايه؟ هنشوف. اخر حاجه قلناها ان انا بحدد له الجهد الصافي للتربه ان انا بعرف اوصل باشمهندس او هو هيقول لي ان انت هتاسس على تربه مقدارها قد ايه او اجهادها قد ايه. وده يعتبر اهم بنود تقرير التربه. تمام؟ ده اهم حاجه انا عايزها من التقرير او ده لازم الاقيه من التقرير. بعد كده هلاقي مرفقات. المرفقات دي غالبا بتبقى اسطمبه محطوطه عشان نبقى واضحين برضو. تبقى فيها جداول وفيها مجرد صور ومجرد اختبارات وديجرامات كده او كل ما خاص بالخطوات اللي عملها. ده التقرير التربه وده في نموذج اهو اللي عايز صوره تقدر تصوره. بس انا عايز اتكلم بعد كده عن حاجه اسمها البيرنج كاباسيتي اللي فيها في مشكله. طيب مفيش مشكله خمسين. انا عايز اتكلم حضرتك لما كنا قاعدين بنقول 20 متر عشان نحدد نوع التربه. لا انا قلت ان هو موجود هو يديك حضرتك الصوره. انا يعني ممكن اجيب هنا لو كنت انا صوره الكريم انا ما صورتش صوره ايه؟ ده عملها 20 متر. اول متر قال لك ردم طين وطمي وحصوات. ومن حد من اول 2 ل 20 عباره عن ايه؟ رمل وحصوات جيريه وحصوات فقاريه وطمي. انا عرفت ان انا لما اجي احفر هلاقي المنظر ده. الصوره اللي انا هلاقيها اللي هلاقي فيها ايه؟ تتابع طبقات الطب. ومنها بنقدر نحدد العمق بتاع الحفر. لا انا قلت عمق الحفر متعلق بمسؤول التاسيس. مسؤول التاسيس متعلق بايه؟ مسؤول البدروم والتربه مبنى التاسيس. تمام؟ بعد كده انا عايز اتكلم عن البيرنج كاباسيتي. معنى كلمه بيرنج كاباسيتي يا باشمهندسين معناها ايه؟ معنى كلمه بيرنج كاباسيتي يعني قدره تحمل التربه او التربه تقدر تحمل ستريس او اجهاد مقداره قد ايه. انا بيجي لي بيرنج كاباسيتي عباره عن كذا صوره.
او في كده صوره لبيرين كاباستي. ممكن التربه تنقسم في الموضوع ده لقسمين، تربه with soil replacement فيها تربه احلام، النوع الثاني without soil replacement، without soil replacement في احلام مش في احلام، تربه او مبنى في احلام وبدا ثاني ايه التربه لا تحتاج لاحلام. ده له معامله ثانيه وده له معامله ثانيه. انا قلت لحضرتك ان من اهم بنود التوصيات ان يحدد لحضرتك هل في تربه احلام او لا. لو هو حدد، لو قال لحضرتك، لو انا قلت لقيت او انا لقيت في التقرير استخدم تربه احلال متر ونص رمل زلط وصفها لك تمام، وقال لك استخدم جهد تاسيس صافي مقداره وليكن 2، يبقى انا حاله من الحالات في تربه احلال، وقال لي استخدم من جهاز صافي للتربه مقداره كذا. ومين اللي بيحدد الجهاز الصافي؟ مين اللي بيحدد؟ ومين اللي بيحسب يعني؟ ده استخدم بيرين كباستي مقدارها كذا. طيب ده حل رقم واحد، ده حل من الحالات. الحاله الثانيه هيقول لك انت مش شرط احلال، او مش هجيبك سيره خالص، مش هجيب اي سيره عن طريق الاحلال، يعني مفيش شرط احلال. وهيقول لك استخدم نت بيرين كباستي او جهد تاسيس صافي مقداره كذا. الحاله الثانيه. الحاله الثالثه ان هو برضه مش هجيب لك اي سيره عن الاحلال، ان اصلا مش شرط احلال، ويقول لحضرتك استخدم بيرين كاباستي جروس او جهد تاسيس كلي جروس بيرين كاباستي او جهد تاسيس كلي مقدار كذا. هل في فرق بالثلاثه؟ هل في فرق بين ده وده وده؟ اكيد في فرق. الفرق فيها يا باشمهندس، باشمهندس انا لما جيت شرحت لحضرتك وقلت ان انا بحط تربه احلال، وقلت ما معنى كلمه تربه احلال؟ قلت ان هي جهد التربه ميكانيكي، انا بعمل اكتساب للتربه نكت واحد زودتها بقى تحت نص عن طريق ايه؟ حطيت رمل مع عذره. يبقى انا حطيت للتربه خواص ثانيه زودت لها قدرتها عن طريق شغل انا عملته انا، صح؟ اذا لما اقول لحضرتك ان انا عندي احلال وانا بقول لك استخدم تربه او سوري استخدم نت بيرين كاباستي، اذا انا بدي لك الجهد الصافي الصافي بتشغل عليه على طول ان التربه هنا جهد صافي للتربه مقداره كذا. حدثوا منه، هقول تاني واعيد وهقول المسائل واقول ارقام. حدثوا منه. يبقى اول حاجه انا بقول لحضرتك ان في احلال، معنى كلمه احلال ان انا عملت كسبت قيمه بيرين كاباستي ميكانيكيه، ميكانيكال بيرين كاباستي، تمام؟ طب الناحيه الثانيه يا باشمهندس، لو انا قلت مفيش احلال وقلت لحضرتك استخدم جهد صافي مقداره 2، معناه ايه؟ معناه يا باشمهندس لو انا تخيلت مع حضرتك التربة ايه؟ نص صفر، ده صفر وصفر. جميل. تمام؟ أنا قلت إن أنا هعمل تأسيس هنا ولكن سالب 4. ماشي؟ وقلت لحضرتك استخدم نت بيرين كاباستي مقدار 2. أحط هنا 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. معنى ان انا اقول نت بيرين كاباستي
يعني باشمهندس التربة قادرة ان هي تستحمل اجهاد مقدار 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع وهي شايلة ايه؟ وهي شايلة التراب ده كله. يعني انا شايل مثلا شايل 100 كيلو وماشي. وقت انا هستحمل اشيل كمان 100. انا شايل 100 وماشي. وقت انا هستحمل اشيل 100. 100 غير ال 100 انا شايلهم. لو انا شلت دمت ورميتهم على الارض انا ده شيل كام؟ ليه؟ لان انا اصلا شايل ايه؟ 100 ورميتهم. اذا لما حضرتك تعمل حرف وتاسس عند المنسوب ده انت عملت ايه؟ انت خفيت وزن من على التربه. في عمود تراب اهو شلته ورميته وهي اصلا تستحمل كام؟ 2 من غير ايه؟ ما تشيل ده. انت شلت ده ورميته بره. اذا حضرتك هتشيل كام؟ 2 زائد عمود التراب. ده هو ده الاخير ده اللي هو الجروس ولا تاني تاني ده الجروس ولا البنت الاخيره؟ قول دلوقتي احنا شلنا عمود التربه ده. التربه تقدر تشيل اكتر. اكتر من 2. اكتر من 2. اذا انا هجيب حاجه اسمها بيرنج كاباستي اسميها انا بقى ايه؟ جروس. انا هجيب بيرنج كاباستي جديده اسمها ايه؟ بيرنج كاباستي جروس. تاني انا هو البيرنج كاباستي مختلف بنفس التربه حسب العمق بتاع اه طبعا. ما انا كل ما ازود بيزيد يعني كل ما انا بنزل تحت ولما بخف حلم اصابه شده تمام؟ اذا تاني باشمهندسين انا عندي التربه تقدر تستحمل اجهاد وليكن مقداره ايه؟ 100 بيرنج كاباستي. انا قلت ان انا مقداره 2 كيلو جرام سنتي مربع ده صفر. ده ايه؟ صفر. وهي عامله ايه؟ وهي شايله 4 متر من التراب. شايله 4 متر من التراب. لما انا اشيلهم كحق عشان اقسس هنا انا هقسس هنا يبقى انا خفيت وزن عمود التراب اللي موجود على ايه؟ على التربة. ارجع تاني اجيب حاجه اسمها بيرنج كاباستي جروس. دي شامله ايه بقى؟ الاثنين والعمود التراب. ايوه شايل الاثنين وعمود ايه؟ تمام؟ ممكن اجيب باشمهندس البيرنج كاباستي بتاعت العمود دوت ان انا اضرب طول في الجاما سوري اه ما ده هو ده ده اذا انا هقول دلوقتي ان انا عندي حاجه اسمها البيرنج كاباستي جروس دي هتساوي ايه؟ بيرنج كاباستي نت جميل زائد ايه؟ زائد الجزء ده كله اللي هو 4 متر في ايه؟ في جاما سوري في جاما ايه؟ جاما سوري. اذا انا اقول لحضرتك ان انا عندي حاجه اسمها بيرنج كاباستي جروس وبيرنج كاباستي نت. الفرق بين الاثنين هو ايه؟ الفرق بين ايه؟ الفرق بين الاثنين فقط عمود التربه الموجود. هل انا واقف معايا عمود التربه ولا لا؟ الحاله الاخيره اللي هي بيرنج كاباستي جروس ان هقول لحضرتك ان انت تستخدم بيرنج كاباستي جروس على طول بيساوي كذا. انا هروح احسبها لك على طول. تاني مفيش عمود التربه. ايه؟ انا شرحتها لك كل تفصيل عندي نقطه مش فاهم. طيب انا عشان مش فاهم كويس. طيب حضرتك احنا شلنا عمود التربه ليه بس؟ انا فاهم. انا عشان انا بعمل اصلا انا بعمل حاجه اسمها مفروض تاسيس. انا عندي جزء هشيله حفر هشيله ده حفر المكان اللي عشان اسس عليه. انا قلت لك ان انا هاسس على منسوب 7/4 معناه ايه؟ ده كله هتشيل. ايوه اللي هي مساحه مساحه معينه تحت المبنى هشيله وارميه. ما انتوا ورميته ان انا عندي اجهاد او عندي حمل تركه شايلاه راح فين؟ رميته بره خفيته عنها. بعد ما تحط الحمل ده كله تربع تشيله رجع تحسب تاني.
تمام؟ اذا حاجه اسمها نت بيرنج كاباسيتي وحاجه اسمها بيرنج كاباسيتي بوكس. ده الفرق بين النت ده فرق بين البوكس. اللي هنا باشمهندس حضرتك انت بتعمل اصلا احلال بدل شوط ايه؟ الترم ده كله. اذا بعامل النت بيرنج كاباسيتي مع وجود احلال اكنها ايه؟ اكنها بوكس. النت بيرنج كاباسيتي مع وجود احلال بعملها اكنها ايه؟ ليه؟ لان انا عمري ما هعمل احلال الا لما اعمل تمام حفر. عمري ما هعمل احلال الا لما اعمل حفر. بس عشان اسمه مقابل كده انت هتعمل طول الاحلال ليها وزن. انا لما اشتغل بشتغل خطوط احلال مش تحت. لما اشتغل بشتغل فوق. انا ليا علاقه باللي فوق مش بالتحت. وانا هو بيبقى احسبها لي في الفورم مش هعمل الطريقه. انا بوضح لحضرتك ان هادي ان هو هيروح يستخدم تربه او سوري جهد تربه صافي جهد تربه كلي. هيقول لك كده هو منطقه كده استخدم جهد صافي للتربه مقداره كذا جهد كل التربه مقداره كذا. ينفع في اماكن تعمل لها احلال على يعني نفس المنطقه؟ اه. طب ايه لازمتها؟ الراجل الاحلال اللي اصلا بيها تطور ضعيف. كمان ما ينفعش اسس مبنى واحد على مبنى كلي. ما ينفعش اسس مبنى واحد على ايه؟ مبنى كلي. طيب انا عايز اخد مثال بسيط طبعا ده الشرح اللي انا قلته دلوقتي ده مثال اهو بسيط اقول لحضرتك ان انا عندي اريا او ايفالويت اريا اوف فوتنج لكولم الحمل بتاعه 100 طن عند ليفل فاونديشن كام؟ 3 ليفل فاونديشن كام؟ 3 عندي منسوب التاسيس 3 وعندي حمل العمود 100 طن في ده الحاله الاولانيه اللي انت عارف تبقى احلال مقدارها 1.5 متر فروم ساند من الرمل بس ويز نت بيرنج كاباستي اباف سويل ريبليسمنت 1.5 كيلو جرام على الاستمرار. اول حاله ان فيه تربه احلال 1.5 سم من الرمل ويز نت بيرنج كاباستي اباف سويل ريبليسمنت مقداره كام؟ ده حاجه اولانيه. الحاله الثانيه نت بيرنج كاباستي من غير اي حاجه. الحاله الثانيه نت بيرنج كاباستي مقدارها كام؟ 1.5. الحاله الثالثه جروس بيرنج كاباستي 1.5 ات سالب 3 متر. تمام؟ عندي حاله واحد حاله اثنين حاله ثلاثه. هل في اختلاف بين الثلاثه؟ ها؟ النص مختلف. ايوه اللي في النص دي مختلفه. ليه؟ لان انا قلت دي انا هاخد على طول 1.5 قيمة الاسترس على طول والتالتة قلت لحضرتك ان هو حسب لي ايه؟ وزن عمود التراب مش هنسين. الفرق بين النت والجروس الجروس بتساوي النت زائد عمود التراب. خلاص بقى سيبك من الجروس. انا قلت الجروس بتساوي النت زائد وزن عمود التراب اللي هو ايه؟ اللي هو ارتفاع التأسيس في جاما سوري كام؟ جاما جروس او بيرنج كاباستي جروس بيساوي بيرنج كاباستي نت زائد عمود التراب اللي هو بيساوي ايه؟ عمق الحفر في جاما صفر. تمام؟ لو عندك تربه احلال خد القيمه على طول صافي على طول. جميل؟ اذا لو عايز احل هنا هقول ان كيس 1 بيساوي ايه؟ بي كولا بيساوي 100 طن النت بيرنج كاباستي بيساوي 1.5 كيلو جرام يعني 15 طن على متر مربع اقسم 1 ضرب 1.5% ده شامل ايه؟ ده شامل ايه؟ اكني خدت وزن العمود مع وزن القواعد مجرد فاكتور هتكلم عليه بعدين في 100 على 15 رقم ايه؟ اريا اوف ثينج كام؟ 7.9. ده اول حاله. الحاله الثانيه نت بيرنج كاباستي ان بيو كولم بيساوي كام؟ 100 طن النت بيرنج كاباستي 1.5 يا باشمهندس ده نت دي نت انا عايز استخدم ايه؟ عايز استخدم جروس. الجروس بيساوي ايه؟ بيساوي النت زائد عمود ايه؟ التراب. اذا الجروس بيساوي ايه؟ زائد ايه؟ التراب. ايه ده؟ ده مسؤول تاسيس. مسؤول ايه؟ تاسيس. في ايه؟ جاما صوري 1.8. اذا جاما جروس او بيني كاست الجروس بيساوي ايه؟ 15 3.8 طلع كام؟ 20.4 طن على المتر مربع. جميل؟ واحد. ايه؟ لو في مية ده كلام تاني خالص. ده كلام تاني خالص. ده لا.
لان انا اصلا كده كده اصلا مش ميه، انا بس على مصوب ميه فوق. لا لا لو انا الطلبه جايه من التاسيس مثلا عم بيعمل 4 مصوب ميه عند ماينس 3 هاخد وزن ممكن اقول 3 متر برغم مثلا 3 متر مش حكي انا هحطهم بشكل ماكو. بس انا بصورك الشكل ده ماليش. تمام الميه كان ده كلام تاني اللي هو الشوت بايل او البايل نفسه بتاع السندجار الحفر اللي هو هي غمصه ماجي. ده كلام تاني خالص في السن نفسه مش هنا. لا لا طب انا خلاص دي وانا واد لسه صغير وخدنا كلام مع بعض ماشي. كيس 3 هو ايه ال 1.15 سمعنا مش منسين الفاكتور 1.15 ده انا خدته معايا معبر عن وزن العمود ونوت العمود معبر عن ونوت الاوائل قاعد انا لا ونوت نفسه لو القاعده العاديه بقى مسلحه معايا معكش كورس ده مش خالص دي واحد يبقى انا وانا مصدق انا مش هقدر اتكلم على خالص ان احنا هنتكلم عليها في التفصيل ان شاء الله في الاوائل. انا بس يهمني تعرف ايه الفرق بين نت وجروس ولو انا عندي احلال مع بيرينكاستي ده الفرق اللي هتاخده. تمام يبقى لو انا عندي النت عملت ايه حولتها للجروس عن طريق ان ضرب 3.8 طلعت كام 20.4 طن على المتر مربع. تمام لو عندي جروس في الاخر خالص في كيس 3 كل فيها هاخد العمود حمل العمود اقدر اخد 15% واقسم على ايه على الجروس بيرينكاستي اطلع اريا افق. ده الفرق بين ثلاث حالات بين ان انا عندي طرق احلال اه ولا لا بين ان انا هستخدم نت بيرنج كاباسيتي او جروس بيرنج كاباسيتي. اصحى ده الفرق بين النت بيرنج كاباسيتي والجروس بيرنج كاباسيتي. تمام ده اللي عايز اقوله في التقرير التربه وفي البيرنج كاباسيتي. هناخد ريسك مجرد 10 دقايق ولا ساعه نرجع تاني ناخد ستكال سيستم وناخد اللوكس. تمام انا قلت انا خدت على 15 كان بنتكلم عن التفصيل خالص لما نتكلم عن سن كولم وديزاين. اه طبعا اه انا بس انا الفيديو هو حبيب لك هو ده هو بيقول لك لما تستخدم بعد اسيس صف فوكس تستخدم بعد اسيس كل فوكس ممكن اخد البي دي ما هننزل على الفوتوشوب كلها بس انا واحد واحد مش هناخد الفيديوهات دي برضه هننزل. لا ده هياخدوها فلاشه وهياخدوا كل مره هو هجيب فلاشه ايوه فلاشه معايا. لا هي مش هتبقى الجهاز كله هياخد مني جهاز البره. طب ما نيجي هظبطها انا دلوقتي. تمام انا عايز جهاز بره عايز جهاز واحد بس عايز جهاز بره لا جهاز جهاز عاد جهاز عاد احط عليه الشغل اخده بس عشان بس اللي هو الجهاز مش اخد جهاز ايه بقى جهاز 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 انا باجي من محافظة بعيد يجي من باجي من المنوفيه وعلى بعيد هنا ايوه يا عم بعيد اه بعيد انا بعيد على نوصل هنا 3 ساعات واربع ساعات هنا وثلاث ساعات انت شغال فين اصلا شغال في المنوفيه لا يا عم انا خريج جامعه المنوفيه يا حرام انا عاوز الفيديوهات انا كده كده سلام عملت لك قبل المره الفايزه في حد معلش انا يعني انا ليميت شويه فيعني لا مش انا لا انا عذره كده على فكره من... كان في حد تاني اسمه مصطفى الحي مش عارف كويس معلش تاني دي كلها اللي كنت على المره اه بس احنا يعني اذا جينا جينا فتره جايه انت اه جاي عشان كده ممكن نجيش تاني لا حقي تاني بس هظبط مع سيادتك بس انا رقم التليفون موجود فانا استاذن سيادتك هتفكر ممكن لا بالاخر هنزل على جروب انا معلش
انا عندي اصلا بس احضر كمان تعالى انا بس انا خالص انا فيك مش الرديم لا لا يقطع خالص ولا جهاز ولا اي بس اكيد موضوع ان هو هي لها علاقه بموضوع السند اللي هو الاير سبريشن انا ما انا كده اصلا بقص على طول بعد طبعا انا اتلقيت لو جبت لو جبت خدت بالك اصلا حتى ما انت تفهم بس خالص مش شايف الماك كتير لو سمع لا في النهايه اه لو انا مثلا عامل ورقه مثلا طبعا لسه بتاع الموضوع عامل عشان طبعا هو منه مشكله ايه اللي حصل مشكله وانت نزل اللي هو الكور نفسه وقف معاك في مشكله ليه بقى انت بتقول لها معاده برضه لا لا انا هنزله على جهاز كمبيوتر خدك هات فلاشه خد من الكمبيوتر لكن الميديا مؤقتا بس نظام مره يعني نظام مره بس بعد كده اقصد كله كامل ان شاء الله تمام احنا ممكن نتغلب على المشكله دي ان احنا نعمل احلام انا مفهومتي بتاع مساحه المملكه يعني مساحه المملكه يعني انا فاهمه دي انا فاهمه بس مش فاهمه ان هي مساحه التاسيس بقى مساحه الارض اللي عندنا هي اللي هنقسم عليها بس انا ممكن يعني اخد كمان مثلا انا عندي مثلا الارض اهي تمام وعندي مثلا جوار وعندي مثلا من الشارع مش ممكن اخد منها 100 صغير ازوده واخد مثلا كمان 200 اركب بره الشارع اذا اريا بتاعت التاسيس دي يتحط وينزل كل متر بيطلع فوق وباخد منه هنا وانزل يعني هو ولا متر هو مجرد ان انا باجي اه صور هو مجرد حاجه تلاقي مثلا شاب رمضان زينا كده في حاجه اسمها اسمنت بورتلاندي مقاومه كبريتات اسمنت بورتلاندي عادي اسمنت بورتلاندي مقاوم اللي هو اللي هو الاملاح اسمه املاح لا لا البورتلاندي مش انا عندي اسمنت اصلا مبلغ ورا عملت في حاجه كميه في املاح حسب ايه ده مش كده مولا التسمنت وقمه الكريتات ده بيمنع اي تفاعل بالتسمنت نفسه وايه ان احنا بنقول كده عايز خبيره مش 150 يا خبير انا مش عندي مش عارف ايش والله لا انا عايز بقى ده واحده بس شفتنا الجهاز ده ولا ايه؟ سواء انا 30 فلاش ولا حاجه صعبه الجمعه على الجهاز فانا مجرد بس ان انا احط فلاشه على اي جهاز برضه اي جهاز جمع. اه طيب طب بص يا حضرتك بتجيب اللي هي لسه مخلص اصلا لسه مخلص لسه اشرح كده اللي هو بس انا ما حضرتش طيب عرفت بس
الدايركت كنترول دي طريقه الوزن التقريبي اللي هو السوق بتاع السوق النفسي الوزن التقريبي تمام. بص هي مجرد حاجه تقريبيه. عايز تحسبها اضرب فيها 1 بقى 10 1 1 10 اه ده 1 بقى 10 تمام. بص استنى بكل حاجه تقريبيه احنا مش بقى احنا كنا لسه نعرفها ان شاء الله احنا ميزان كولا ميزان كولا تمام. هو انا حضرتك في الفرن ده واحد صفر ده نص سقوط ده نص سقوط فرض لا نص سقوط افرض لو السوق بتاعك هتنزل اقل اكتر من كده انا اعرف ازاي توصل كده اصلا المفروض تسمع تسمع تعمل علامه الهبوط اصلا انت اصلا عامل ميزه تنافس هبوط الظروف مع بعض احنا اصلا اصلا في هبوط انا بقول لك يعني لو حصل هبوط حصل وحصل بس كده الأصل أصلاً ما حصلش فيه فرق بس يعني أنت كل مع بعض طيب؟ لا هي Thank you.
مكتب تأسيس خدنا اول جزء من الكورس اللي هو السويد ريبورت اول بيرين كاباسيتي خدناهم اتكلمنا عليهم هنبدا نكمل المحاضره ان شاء الله يعني ايه لا لسه ما كملتش خالص لسه قبلين هنتكلم الجزء اللي بعد كده مجرد يعني هندردش مع بعض شويه دردشه مش اكتر من كده اكل سهم ماشي هنتكلم الجزء ده بتاع النهارده كمان هنكمل اللي هو سكيل سيستم شويه دردشه بسيطه كده وهناخد كمان اللودز المره الجايه ان شاء الله نبدا بقى في المشروع بجد هنتكلم في الاستاتيكال سيستم او النظام الانشائي انا بتكلم على مجرد بكلم معلومات هديك شويه معلومات مش اكتر أنا
انا بتكلم على معلومات، بديك شويه معلومات جديده. سكر سيستم المقصود بيه المره دي معلومات جديده في النظام الانشائي. عمل النظام الانشائي نفسه المره الجايه ان شاء الله. اما انا بتكلم حاليا دلوقتي انا بتكلم معلومات هناخدها اكتبها جديده، معلومات عن النظام الانشائي. اول حاجه عشان نتكلم عن النظام الانشائي او الاحمال بتنتقل من اول حاجه الناس نفسها او جميع الناس بالكفر باللايف بالاحمال اونويب، بتنتقل من السقف سقف سلاب او سوليد سلاب سقف مع كاميرات يعني، بتنتقل الى العمدة صح؟ يبقى السقف سواء سقف اللي هو بلاطه او بلاطه مع الكاميرات بينتقل الى الاعمده، بينتقل الى الاعمده يبقى السقف الاحمال تنتقل من السقف الى الاعمده، من الاعمده الى السلاب، السلاب الى التربه، يعني ده التربه الطبيعي بتاع الاحمال. اول حاجه عايزين نتكلم شويه معلومات بسيطه كده عن الكولم. الكولم اللي هو الاعمده، انا بحط الاعمده تحت الكاميرات لان الحمل بينتقل من الكاميرات للاعمده، فطبيعي حمل الكاميرات بينتقل الى الاعمده، اذا انا بحط الاعمده تحت الكاميرات. ماشي الكلام كله عادي. انا بحطها في اركان الغرف، بكون في الاركان مش جاي احطها في النص. طيب كلام عادي ماشي. باشمهندسين يفضل لو انا بتكلم على سوليد سلاب يفضل ان انا احط اعمده من 3 متر الى 7 متر عشان بس نسجل. ايه تاني معلش؟ حاول تاني. حاضر خلاص نسجل. انا بعمل او بحط الاعمده تحت الكاميرا. يفضل يا باشمهندس ان حضرتك تحط العمدان من 3 7 متر، المسافه بين الاعمده من 3 ل 7 متر يفضل. تمام. ليه 3 متر؟ ليه مش اقل من 3 متر؟ لان كل ما تقلل كل ما يبقى فيه افتراضيه او احتماليه حدوث تداخل بين الاوائد موجود. كل مسافه ما اقلل كل ما هيحصل احتماليه حدوث تداخل بين الاوائد يبقى موجود. طب ليه ما تزيدش على 7 متر؟ لانه كل ما يزيد على 7 متر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ديفليكشن كتير او اسبان الكاميرا هيزيد، فالمومنت هيبقى عليها كبير. طيب ده مجرد ونفضل مجرد تفضيلات، مجرد بفضلها. وفضل برضو ان احط الاعمده في الاتجاه الطويل للكاميرات. مش هنسين انا هقول حاجه مهمه قوي، معنى كلمه غلط مش غلط، يعني مش غلط اللي هو غلط، لا الصح افضل منها. معنى كلمه غلط ان هي مش غلط. لازم تاخد قاعده انت كديزاينر مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. انت كديزاينر مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، كله ينفع. انت كديزاينر تعمل كل حاجه، اي حاجه تعملها تمام، بس كل حاجه لها احتياطات، كل حاجه لها اساليب، كل حاجه لها مواصفات معينه. تمام. معنى كلمه الصح ان ده الاصح. ده الاصح مش حط مصير، ده سيف، ده سيف، ده الاصح. تمام. يبقى انا لو انا توفر لي احط العمدان في اتجاهات، انا افضل ان انا احطها فين؟ في الاتجاه الطويل بتاع ايه؟ بتاع الكاميرات. منها ان يكون الكاميرا راميه على الاتجاه الطويل للعمود، منها اعمل تقليل لسبان الكاميرات صح؟ يبقى منها اعمل تقليل لسبان الكاميرات، منها ان انا بحط الكاميرا على الاتجاه الطويل للعمود تمام؟ او الاتجاه القوي للعمود. طيب ولكن خلي بال حضرتك ان انا عندي حاجه اسمها احمال زلازل. احمال زلازل دي بتوزع هو كده كمان كمان حطها في اتجاه طويل تقريبا برضه المهم بتاع الكاميرات ينتقل عن الامداد تقريبا كده هي اللي هيقوم الاتجاه الطويل مش اتجاه قصير صح؟ غلط خالص. خلينا نتكلم عن الموضوع ده. انا كده معقوله مهم قوي ده لك، بس ديت او انا كده دلوقتي، لا جه دلوقتي، جه دلوقتي، جه دلوقتي. انا بحط الكاميرات او بحط الامدان في الاتجاه الطويل او في اتجاه الكاميرا بحيث يكون الكاميرا راميه على اتجاه القوه بتاع العمود.
تمام. بس خلي بالك حضرتك ان في اشتراطه او في حاجه مهمه قوي، وهي ان في احمال الزلازل وغيبه المونتات، صح؟ باشمهندس انا بعمل توزيع الانرجي، ان لازم يكون في امدان كده وامدان كده. ليه؟ عشان احمال الزلازل امدان تشيلها وامدان تشيلها. انا عندي احمال الزلازل في الاكس وامدان زلازل في واي، احمال اكس واحمال واي. يبقى انا محتاج اعمده اتجاهها طويل في اكس واعمده اتجاهها طويل في ايه؟ اذا انا هحتاج ده ومحتاج ده، وده هنتكلم عنه ان شاء الله باستفاضه في الزلازل. يبقى انا افضل ان انا احط العمود في الاتجاه الطويل ايه؟ للكمرات. بس خلي بال حضرتك لازم يكون برده في امدان في اتجاه اكس برده عشان نشيل احمال الزلازل من اتجاه ايه؟ اكس. طيب معلومه ثانيه، لو انا عندي كوابيل، عندي كوابيل بالمنظر ده في حاله وجود كوابيل او بلكونات، دي بلكونه اهي، دي بلكونه اهي، تمام، وانا مطلع كابولي اهو يشيل البلكونه بالمنظر ده، كابولي وعلى كاميرا، كابولي ده عليه ايه؟ امتداد. شلون انا افضل ان يكون العمود ده كده؟ ليه؟ عشان يكون الاتجاه طويل في اتجاه ايه؟ الكابولي. انا افضل ان يكون العمود في اتجاه طويل عشان يشيل التكابولي او من اتجاه من الكابولي. مجرد تفضيل برضه، مجرد تفضيل. طيب ايه؟ علميا لا مش فارق اي حاجه. طب ده صح ولا صح؟ علميا يعني ايه علميا؟ يعني تفضيل سبب العلم. لا انا قلت لحضرتك ان ده، انا قلت لحضرتك طبعا عشان ما نرش، بس انا قلت لحضرتك ان ده صح وده صح، تمام، ده يبقى ينفع. بس انا افضل ليه افضل قرش؟ عشان اتجاه قوي، معنى اتجاه طويل معناه اتجاه قوي، العمود في اتجاه طويل اقوى من اتجاه قصير. مش مهندس يراعى عدم وضع عمود في نص الغرفه، طبيعي ما ينفعش انا في غرفه دي احط عمود في النص، لا انا ممكن اعوض عن ده ان اخد ايه؟ كاميرا كده وكاميرا كده، سكندري بيم مع مين بي، ماشي عادي خالص كلام عادي. طبعا ما ينفعش احط عمود في شباك ولا عمود في باب معماريا، ما ينفعش. طيب باشمهندسين يجب ان يكون اتجاه العمود ثابت في الادوار، يعني لازم يكون السنتر لاين تقريبا واحد، يعني العمود ده ما ينفعش العمود ده، العمود ده ما ينفعش يكمل كده، بس انا ممكن اعمله كده، انا ممكن اعمله كده عليه هو عشان الرؤيه كده عليه كده. طيب كان كده في الاول ما ينفعش اعمل المنظر ده واقول العمود ده هو استمراريه العمود ده، غلط خالص، ما ينفعش، مع اني برده ممكن اعمل الشكل ده. اعمله ازاي؟ اعمل كاميرا اكن العمود ده مزروع، اكن العمود ده ايه؟ مزروع. يبقى انا ممكن اعمل العمود ده اكنه مزروع على كاميرا او على بلاطه، بس الاستمراريه غلط. عمر ما اقول العمود ده هو استمراريه العمود ده، ما ينفعش، عشان اقول في استمراريه العمود او العمود واحد لازم يكون سنتر لاين في السنتر لاين. او طب يعني شوف في اعمال كتير بتبقى مش عارف منظمين كده، العمود يفضل على كده الدور اللي بعده، طلع من المنور الدور مش عارف ايه، يعني هيعمل ايه في المبنى؟ بيتغير؟ بيتغير الاتجاه بتاع ضرب العمود، يعني كان كده بقى كده. طيب انا كان عليه انا ممكن اغير ضرب العمود، وده على فكره ده من ضمن الكورس اللي احنا قلت عليه ازاي اغير ضرب العمود، قلت عليه المره اللي فاتت، قلت ازاي هنتعلم مع بعض ازاي اغير ضرب العمود، تمام؟ لا لا انا قلت لا احتفاظ معينه هنتكلم عليها، بس انت قلت ده طبعا ده يعني صوره فكره تخريف، يعني عمر عمره كده اصلا، فطبعا بلاوي طبعا هيحصل، بلاوي تحصل. وده التسليح بتاع الكشف العمود اللي تحت ده غلط، هو ده غلط، ماشي لو حصل. لا مش منصيم. انا بتكلم الوضع ده انا لو اعتبرته صح فقط هعتبره عمود مزروع، هعتبر العمود ده يعني تسليح العمود داخل في الكاميرا، بس داخل في الكاميرا العمود مزروع، العمود ده الوضع ده شغل عليه صح، هقول العمود اللي فوق ده مزروع على ايه؟ على السقف ده او على الكاميرا دي، مش هقول ان هو عمود من عمود، غلط خالص، ما ينفعش، تمام. يبقى انا عشان اعتبر العمود ده وضع صحيح هعتبره ايه؟ مزروع، تمام، ماشي. يبقى انا عندي وضع غلط ان انا سنتر لاين مش سنتر لاين، ده وضع غلط. مش مهندسين
نتيجة اختلاف الأحمال في الأعمدة. طبعا لو جينا بصينا مع العمود ده، العمود اللي في دور الأرض ده شايل ايه؟ شايل السقف 2 3 4، شايل كام سقف؟ 1 2 3 4، شايل 4 أسقف. طب العمود ده شايل كام سقف؟ 1 2 3. طب العمود ده 2. طب العمود ده، إذن عمود دور الثالث شايل كام سقف؟ 1، واللي بعده 2، واللي بعده 3. هل يعقل بأي منطق إن العمود الدور اللي فوق ده يكون بيساوي العمود ده كقطاع؟ مش منطق خالص، صح؟ إذن في حاجة اسمها قص العمود، حاجة اسمها قص العمود. طبعا ده هنتعلمه إن شاء الله بالتفصيل في ديزاين كونة، بس خلينا أقول إن أنا عندي حاجة اسمها قص العمود. مش منتير القص نوعين، نوع قص في الخرسانة ونوع قص في الحديد. ده نوع وده نوع تاني. هنتكلم في القص بس يعني مستفاد إن شاء الله في الأمداد، بس عايزك تعرف إن في حاجة اسمها قص. معنى قص هو تقليل قطاع العمود خلال المبنى. خلال المبنى أنا بعمل قص كل دورين، بعمل قص كل دورين، يعني الأرض والبدروم بقطاع، الأول والثاني بقطاع، الثالث والرابع بقطاع، الخامس بقطاع، بدني أطلع بقطاعات، تمام؟ تاني اللي عايز تعرفه النهاردة إن في حاجة اسمها قص، قص العمود. معنى كده قص العمود ريدكشن لحجم العمود، بقطاع العمود بيتم كل دورين، يتم كل دورين. هنتكلم بصوت على طول إن شاء الله في الكونة، في زين الكونة. بس عايز تعرف حاجة اسمها قص في الحديد وقص فين؟ في الخرسانة. ده ممكن وده ممكن. نكمل. شوانسين لما اجي اغير شكل العمود، لما يغير شكل العمود كان دائري بقى مربع، ما مربع بقى دائري، لازم شرط لازم يكون اللي تحت حاول اللي فوق. تاني لازم يكون اللي تحت حاول اللي فوق، لازم يكون اللي تحت اكبر من اللي فوق، لازم يكون اللي تحت اكبر من فوق. ده غلط. ليه غلط؟ عشان اللي تحت اصغر من فوق، تمام؟ مش بس عشان احمال، عشان اشيل العمود نفسه، اشيل العمود نفسه. يبقى الاحسن او الصح، الصح ان احط العمود اللي تحت حاوي الفوق، طيب العمود اللي تحت اكبر من الفوق. طب والحديد بنكسحه ولا ايه؟ خلينا نتكلم على الشغله ديت لما يجي من قص، تمام؟ اصبر عليها شويه. طب العمود ده ممكن اعمله؟ المنظر ده ممكن اعمله؟ ممكن اعمله؟ ايه؟ لا حتى ممكن اعمله احط اشاره بره، بس برضه هعتبره برضه محمل بصفه معينه برضه على عمود او على بلاطه. اه جزء برضه شايل برضه، في جزء متشال برضه، تمام؟ او ممكن اعمل له شبكه من جوه عادي خالص، واعمل له اما خرسانه من بره، يا اما اعمله ايه؟ بره شبكه من بره برضه، بس مجرد ايه؟ زي ما انت قالك ايه؟ خرسانه بس. بس انا بتكلم على عمود خرسان، عمود عمود، لا لازم كل تحت حاوي اللي فوق، تمام؟ يعني ده ممكن اعمله كشكل ايه؟ ديكور بس. ايه؟ من ايه؟ ممكن ممكن يعني ممكن اعمل اذا عملنا كبر خرسانه 5 سم ممكن اعمله 15 سم ابو خرسانه، تمام؟ بس برضه بتبقى يعني ايه؟ في مشكلة ممكن تهرول، ممكن تتكسر بسرعة. نفس الموضوع، المنظر ده مينفعش، ده برضو مينفعش، ده ايه؟ زي الفل. ليه؟ عشان تحت حاوي اللي فوق. ده سنتر لاين مش سنتر لاين، سنتر لاين مش سنتر لاين. البيم ما نرجع بس اعملة عندنا مثلا عمود في الوضع، تمام؟ وانا حبيت ارص منه مش منسين. لما يحصل قص، القص نفسه غير ده، القص بامتياز واحد. لما اعمل قص اطيرها طبعا، انا عملت ترحيل للسنتر لاين بس نقدر بسيط خالص. بس خلينا نتكلم عن الوضع في الخوله بس، ماشي؟ بس ده بيحصل طبعا بس في ايه؟ في القص. لما يتكلم القص ان شاء الله هيتكلم ايه؟ راح هتقص 10 سم، هتقص 5 سم. سنتر لاين اتحرك، اه بس مش اتحرك بمقدار
مش هنا مش زي ده تمام مش زي ده تمام لان نتيجه ترحيل السنتر لاين ايه اللي هيحصل سنترستي نتيجه السنترستي هيحصل كل ما غير السنتر صغيره صغير مش لازم لو كانت كبيره بالمنظر ده هيحصل مومنت كبير اذا المفروض ان اعمل العمود يكون في طريق الستاندر لاين او يكون العمود اللي تحت حاوي اللي فوق بعد كده هتكلم على ايه على البيمز كاميرا طيب انا بفضل او يتم تفضيل نحط الكاميرات فين تحت الحيطان لما احط كاميرا احطها فين فوق حيطه او تحت حيطه ليه تحت حيطه عشان تشيل ايه الحيطه لو انا عندي بعمل سود سلاب يا باش مهندس حضرتك حط الكاميرات تشيل الحيطان تمام منها ان هي شات الحيطه ومنها هتتدرى في الحيطه اللي تحتها يبقى عند الكاميرا هتتدرى في الحيطه ومنها برضه هنشيل ايه الحيطه اللي فوق يبقى انا بحط البين في اماكن الحيطان طيب باش مهندس لو انا بستخدم سوليد سلاب لو انا بستخدم سوليد سلاب لازم تكون مساحه الباكيه لا تزيد عن دي مساحه الباكيه مساحه ايه مساحه الباكيه لا تزيد عن 36 متر مربع 36 متر مربع طيب يا باشمهندس لو انا مثلا تخيلت مع حضرتك ان انا عندي مثلا باكيه طرقه كبيره قوي حته طرقه كبيره تمام انا هعملها باكيه واحده بس انا بحسب الدايره بتاعتها تلاقي الدايره بتاعتها مثلا 50 سم 50 متر مربع او 60 متر مربع اعمل ايه ممكن افصل بالمخده او هيدن بيم هيدن بيم ممكن افصل بين مين الخلاصه مساحه الباكيه سود سلاب لا تزيد عن 36 متر مربع وكان ان شاء الله برضه هناخده باستفاضه في منطقه السود سلاب واحنا بنتكلم على سود سلاب طيب باشمهندسين انا بفرض البي والتي او سوري بفرض ابعاد الكاميرات حسب الزبان بتاع الكاميرا هل الكاميرا دي زبانها قد ايه وعن طريق الزبان بحسب الدبس بتاعها بس خلينا واضحين اللي بيخش معايا او العائق معايا في دبس الكاميرات حاجتين المومنت بتاع الاحمال نفسها ومومنت الكاميرا ومومنت الزلازل تاني اللي بيحدد لي الدبس حاجتين او ثلاث حاجات خلينا ثلاث حاجات المومنت بتاع الاحمال العاديه مومنت بتاع الزلازل الشير دي الثلاث عوائق اللي بيخشوا معايا كحساب الدبس بتاع الكاميرات تاني مومنت الاحمال مومنت الزلازل الشير قص قوه قص اذا يا باشمهندس محتاج تفرض قطاع للكاميرا حضرتك لازم تشيك على ثلاث حاجات اول حاجه المومنت الطبيعي بتاع السقف عادي المومنت لو حضرتك حاطط الكاميرات في موديل الزلازل اخر حاجه الشير قوه الشير اللي جايه على الكاميرا دي باشمهندس المنظر ده اللي كان زميلكم بيتكلم عليه دلوقتي لا يفضل ان اخرج كامل الكاميرا الكابولي من عمود يعني المنظر ده لا يفضل المنظر ده ممكن زي الفل ايه بقى اللي حصل هنا ايه اللي حصل هنا ايه لا مش هو واحد 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 اتفضل مش الكابولي ايه المشكله يعمل مومنت على العمود تمام اولا عشان واضحين كده المنظر ده عندنا طبعا حاجه اسمها مجمعه مصريه مجمعه مجمعه عشريه المنظر ده مرفوض عملت كابولي داخلي مرفوض كابولي داخلي مرفوض في مجمعه عشريه مرفوض تماما ليه مرفوض الكابولي ده بدون حضرتك ده هيحصل له ديفليكشن كبير شويه هياخد سقفه ايه وينزل ياخد سقفه وينزل بس المنظر اللي عايز اقوله هنا ان العمود لو انا خدت يا باشمهندسين عندي عمود
انا عندي عمود اهو تمام وشايف كابولي كده ده كابولي وده عمود جميل ايه الاختلاف بين المنظر ده ونفس العمود اهو وفي كابولي بس لون تاني ورا لون تاني دي كاميرا ايه الفرق بين ده وده المومنت هنا هيجي على الكاميرا ده هيأثر على الكاميرا اما هنا هيأثر العمومنت بتاعه عشان فين الوصله هنا وصله ثلاثيه الوصله هنا وصله ايه ثنائيه يا باشمهندس لما يجي المومنت ده انا هعرف يجي كده هيجي كده صح هنا لو حضرتك مثلته بهنش مثلته بهنش لازم يكمل ازاي الناحيه الثانيه اذا الكاميرا ايه هتشيل المومنت اما هنا يا باشمهندس المومنت مش هيلاقي اي طريق تاني غير اذا الوصله هتكون وصله ايه تكسر المومنت يجي هنا وينزل تحت اذا الحاله دي العمود ده شايل ان وام الحاله دي العمود ايه؟ اذا لو حضرتك طلعت كابولي من عمود اذا انت بتشيل العمود مهم اذا حضرتك كنت بتعمل ازاي العمود هنا لازم تعرف ان انت هتعمل ازاي على ان هو عليه ايه؟ ان وام اما هنا لا فهمت المومن انتقل من الكابولي الى الكاميرا اللي جنبه بس ده لا ده انا مصور هنش اذا العمود هشيل ايه؟ ان فقط فيرتيكال دور فقط تمام يبقى اذا انا لا اقدر النظام ده ممكن احسن حاجه يكون ده يكمل في وشه يبقى ده كاميرا عاديه مش على كاميرا تمام اذا هنسيب انا لا افضل وجود كابولي داخلي او كابولي من عمود منظر طيب لو انا عندي تقاطع كاميرتين لو انا عندي بالمنظر ده في هنا كاميرا كابوليه وكاميرا كابوليه مش ممكن الكاميرا القصيره هتشيل الكاميرا الطويله ليه عشان الكاميرا القصيره ذات ديفليكشن اقل واحنا عارفين ان صعوبه الديفليكشن اقل هتشيل الكبير يبقى ديفليكشن اقل بيشيل ديفليكشن الكبير الكاميرا القصيره هتشيل الكاميرا الطويله اذا النظام الاصح لده هتمشي ده كابولي وده ايه كاميرا عليه عشان سين اللي جاي ده بقى فيتال ميستيك اللي جاي ده خطا اللي هو ايه نظام اللوب سيستم نظام ايه ما معنى كلمه لوب سيستم يعني يا باشمهندس الحمل ده بيلف حوالين نفسه خلاصه كده الحمل بيلف حوالين نفسه الحمل مش لاقي حد يشيله يعني تعالوا نبص مع بعض الكاميرا دي حملها يروح فين؟ على دي وعلى دي طب ده الحمل هيروح فين؟ هتروح على دي وهتروح على ايه؟ على دي طب ودي هتروح فين؟ على دي وعلى دي دي تروح فين؟ تروح على تاني ايه؟ تهريج بقى ده اسمه ايه؟ اللوب سيستم ده ما ينفعش النظام ده ما ينفعش يا باشمهندسين لو النظام ده اتعمل ده فيتال ميستيك طب ايه التصرف في الحاله ديت؟ يا باشمهندسين لو النظام ده اتعمل الكاميرات اتحولت من نظام حامل لنظام محمول النظام ده الكاميرات بدل ما تشيل هتتشال الكاميرات هنا في اللوب سيستم اتحولت لحمل زياده على السقف هنا الكاميرات اتحولت من نظام بيشيل السقف لنظام محمول على السقف تمام النظام ده الكاميرات اتحولت من هي شايله السقف نفسها مفيش حمل مش عارف يروح فين كل ما يرفع حته بيرمي على الثانيه اسمه لوب سيستم ده فيتال ميستيك طب حلها ايه ممكن تخلصها خالص خد ده ارميها خالص الاخر خالص او حط عمود هنا اي حاجه يعني تحط عمود او اقطع دي وخلي الكاميرا دي تكمل في وشها هتحل الدنيا خالص تمام اللوب سيستم ما ينفعش اللوب سيستم فيتال ميستيك تمام طبعا في رسم الكاميرات لو عندك كاميرا سكندري بيم وكاميرا مين بيم
احنا عارفين اللي بيكمل هو الميم بي كاميرا رئيس كاميرا سوال بتاعه. يبقى انا لما اقول المنظر ده قدام حضرتك هتقول لي ده الكاميرا الرئيسيه وده الكاميرا ايه السكندري. بعد كده هبدا نتكلم على الاسف بس خلي بال حضرتك ان انت عندك تدرج طبيعي للنظام الانشائي. التدرج الطبيعي ان هو بيبدا سود سلاب ثم فلات ثم هولو ثم بانل ثم فريم ثم تراس تاني سوليد فلات هولو بانل فريم تراس. انا ممكن اعمل سود سلاب لحد مثلا 5 متر مثلا ممكن اعمل سلاب 5 متر. معنى اقول لحضرتك ان هو التدرج الطبيعي انا مش بتكلم على السيفتي انا بتكلم على الايكونومي بتكلم على الايكونومي على الاقتصاد على التوفير ليك. انا هشتغل لك لحد 5 متر سود سلاب ده الفل. لو زادتك من 5 ل 7 مثلا لا افضل اشتغل ايه فلات سلاب. لو من 7 ل 10 اشتغل هول بلوك. من 10 ل 12 او ممكن توصل ل 16 كمان فريم اه 10 متر اه سوري من 10 ل 12 بانل بي سوري 10 ل 12 بانل بي. من 12 ل 16 فريم. من 16 اللي فوق تراس. طبعا في انواع اكتر من كده بس احنا خلينا في اللي احنا ايه في الحيز بتاعنا. يبقى لحد 5 متر اشتغل سوليد سلاب. من 5 ل 7 اشتغل فلات. من 7 ل 10 معاك في الهولو. 10 ل 12 بانل. 12 معلم فوق ممكن تاخد ايه 12 ل 16 سوري فريم. علم 16 تاخد تراس. 50 معنى كلمه سوليد سلاب ان الباكيه تكون متشاله على كاميرات. باكيه متشاله على كاميرات. خلي حضرتك برضه بقول لحضرتك ان شرط ان مساحه الباكيه تكون ايه اقل من 36 متر مربع. المنظر بتاع حضرتك ده اسمه سوليد سلاب. لو انا عندي سوليد سلاب وعندي بلكونه بالمنظر دي بلكونه. لو انا بتكلم على ال للكابولي ده اقل من او يساوي 2 متر افضل النظام ده حضرتك ده لان مشروب ايه بشوك بالشد ايه ده شوك. لو زاد عن كده اذا الريفليكشن زياده اذا اللي عندك مومنت كبير افضل لك ايه طلع كابولي من هنا وكابولي من هنا شعلهم كاميرا. مع النظام ده ممكن يكون ايه سيء معماريا سيء معماريا تمام. يبقى انا بفضل لك انشائيا لو حضرتك عندك طول كابولي اكبر من 2 متر لا افضل ايه حضرتك تطلع كابولي من هنا وكابولي من هنا وشيل عليه ايه الكاميرا بالمنظر ده. لو اقل من 2 متر لا ممكن شو مع شوك زي الفل مش مشكله خالص. وانا اتكلم على تصليح الموضوع ده ان شاء الله في الصوره اللي بعد كده. لازم نحط الكاميرا في الاخر عشان احنا ما نحطوش الكاميرا هنا وسط الناس. ملهاش لازم يبقى شوك برضه. لان ليه قلت مش لازمه؟ لان غالبا انا مشكلتي في الديفليكشن مش اول مش هنا ولا هنا. مشكلتي فين؟ في النص. فانا لو افضل ان هو طبعا احط كابولي وانت كده كده شاورت المبنى خلاص شاورت المنظر خلاص كل الكاميرا تخرج نفسك. يبقى انا افضل طبعا انت اخذت كابولي وشاورت المنظر منظر شاو خلاص تمام كل الكاميرا وخرج نفسك ايه؟ كابولي مقلوب. ممكن اعمل كابولي مقلوب. كابولي مقلوب ده هو مكان الهاند ريل كده مش تليفون. زي الفل تمام. طبعا لو عندي بط حمام ايه اللي بيحصل؟ بعمل تهبيط بعمل سقوط بسقط باكت الحمام 10 سم. ليه؟ هحط الصافي بتاعي احط الشغل بتاعي احط الشغل كله تمام. وده هنتكلم عليه كمان شويه لما يتكلم عن الاحمال واتكلم على التغطيات. خلي بالكم من دي. اعرف دلوقتي حالا يا باشمهندس لما يكون في حمام بعمل ايه؟ بهبط باكت الحمام 10 سم تمام؟ فلات سلاب بعمل فيه ايه؟ بقلل السمك 4 سم. بقلل السمك 4 سم. ايه؟ صح. ليه ما تحطها في السكه؟ عوضك حطها في السكه. ممكن تسقطها بس يعني ما افضلش تمام. يستحسن ان انا اهبط. هو الغلط في القطاع نفسه وانا كمان نفس كده. الغلط في منطقه ازاي بعمل تسليح هنا لانه غالبا ما ولا حد بيعمل قطاع ولا حاجه. هو كل بيعمله بيتك على الشبكه العربيه بيكهربها شويه خلاص.
وليه الهوت بلوك ما ينفعش في الحمام؟ اعمل بلوك عشان ميه وعشان الهوت بلوك معاه مخدات. هنتكلم عليه بعد. اذا لما انا بتكلم على سوليد سلاب مش مهندسين، انا بقول لحضرتك ان انا في محطه الحمام بهبط كام؟ 10 سم عشان الصرف. إيه طبعا عشان اهبط 10 سم في شغل شويه في اللود، هنتكلم عليه كمان شويه. بعد كده بتكلم على فيس لاب. فيس لاب انا قلت لحضرتك ان هي ممكن تكون مفضله لحد كام؟ 7 متر. إيه معنى فيس لاب؟ ان بلاطه بتتحط على العمدان، بلاطه بتتحط على العمدان. خلي بال حضرتك ان مينيمم تي اس، مينيمم تي اس فيس لاب 18. في ناس بتحط 16، في ناس بتحط 16، في ناس بتحط 16 من غير رقه ثانيه، بيحط شويه كبات على الوش كده. بس انا بقول لحد يعني لو 16 غير لا لا في 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 ناس بتعملها كده وتعتبر ان هي فيس لاب. حقا شغل بلدي. اه انا شفت ما... كم؟ 25 سم برقه واحده. برقه واحده زي الفل. اذا انا بقول لحضرتك مينيمم، مينيمم عشان تعمل شبكه او تعمل شبكتين سفليه وعلويه مينيمم 18 سم. ايه اللي حضرتك اصلا خدت 16 سم وخدت كمان هبطت لي كمان 4 سم في الحمامات؟ فين البلاطه؟ مش بطء اصلا. تمام؟ يبقى مينيمم يكون كام؟ 18 سم. تمام؟ ويكون مفضله لحد 7 متر. إيه طبعا انا عندي مشكله في السلاب. ايه؟ ايه المشكله في السلاب؟ بانش. حصل كوارث كتير بانش ده، حصل كوارث كتير عشان البانش. البانش او اختراق العمود البلاطه ده المشكله كلها. ابره تخترق بلاطه. فده مشكله. إيه من اهم عيوبها ان هي تكلفه زياده، يعني التكلفه فيها زياده شويه. تكلفة زيادة شوية. من ناحية خرسانة، من ناحية كل حاجة. تمام؟ لو أنا بتكلم على نسبة الحديد في الفيس لاب كام؟ نسبة الحديد في المتر مكعب كام؟ إيه؟ إيه لحظة؟ 120 كيلو. 120 من 100 ل 120. وفي ناس 36 كمان. وأنا بتكلم عن متر مكعب توصل ل 120 كيلو جرام على متر مكعب. طب السوليد سلاب 80 سي. يبقى انا هناك سوليد سلاب انا بتكلم عن نسبه حديد في المكعب من 80 سي. تمام؟ هناك من 100 120. يعني قلت 80 و 120 مره ونص، مش ونص حاجه. يعني انا اتكلمت حاجه زياده. بلس ان في سلاب بتستخدم معايا خرسانه كبيره، خرسانه كتير. تمام؟ يبقى اهم عيوبها ان هي ايه؟ مشكله في يعني اقتصاديا مش كويسه. بس لها طبعا ميزه ان انت لو حضرتك عامل فيس لاب وعايز تغير الحيطان، عايز تعمل اي حاجه براحتك بقى، غير براحتك، محدش هي يحكمك في الحيطان خالص، خد راحتك. تمام؟ بعد كده هنتكلم عن هولو بلوك. انا طبعا انا عملت اختصارات. طبعا كل نوع بلاطات له شغله، له محاضرته، له سقفه، له كل حاجه. تمام؟ الهولو بلوك يا باشمهندسين تكون مفضله لما يكون الامدان اسبان اللي بين الامدان، بين الامدان من 7 الى 10 متر. الفكره في الهولو بلوك ان انا بزود تي اس ليه؟ عشان ديفليكشن. انا مش هدي فين؟ ديفليكشن. مشكلتي فقط في الديفليكشن. انا بزود الاسبان، كل ما الاسبان ما بيزيد كل ما بيديني تي اس كبيره. تي اس معنى كلمه تي اس يعني خرسانه كتير. كل تكتب ولا طيب انا شارخ مين. انا بتكلم انا كل ما زود الاسبان كل ما احتاج تي اس كبيره. انا لما الاسبان عندي زاد عن 10 متر او من 7 متر ل 10 متر، لا انا هاخد جزء خرسانه ارميه بره واحط مكان طوب او طوب فوم او طوب او ايا كان، وبنسمي النظام ده نظام هول بلوك سلاب. هول بلوك سلاب له نظام تاني في الحل، له ديزاين تاني خالص، بس ده نظام متبع اسمه هولو بلوك سلاب. يكون مفضل من 7 ل 10 متر. لو حضرتك خدت نفس السقف، لو جابت سقف حليته مره بس لما يكون من 7 ل 10 متر، من 7 ل 10، لو حليته مره فلات سلاب ومره هولو بلوك، هتلاقي التكلفه والوزن في الهولو بلوك تقريبا تلتين فلات سلاب، تقريبا التلتين كوزن وكتكلفه. تمام؟ يبقى انا بفضل الهولو بلوك تلتين. هولو بلوك سلاب بفضلها لما يكون نسبان بين الامدان من 7 الى 10 متر. جميل كده؟ طبعا
طبعا ده منظرها طبعا ريبات في 1 وي في 2 وي وده منظرها ان شاء الله هنتكلم عليه في وقته. بعد كده طبعا ده برضو منظرها سوت بارت وريبات وشغل ده برضو هنتكلم عليه ان شاء الله في وقته في الاول. بعد كده بانل دي بيم. بانل دي بيم هو بلاطات او كاميرات متقاطعه. الفكره في بانل دي بيم باختصار كاميرات محدش شايل بعض كلهم شايلين مع بعض. فكره البلد بيم انا لما بتكلم على سوليد سلاب بتكلم على سكندري بيم ومين بيم كاميرا رئيسيه دي بس المتقاطعه مش مفرغه صح. الكاميرات المتقاطعه انا بتكلم على كاميرات شايله مع بعضها كاميرات شايله مع بعضها. انا بتكلم سوليد سلاب مع كاميرا سكندري بيم ومين بيم كاميرا شايله وكاميرا متشال. انا هنا في البلد بيم انا بتكلم على كاميرات متقاطعه شايلين مع بعض كاميرا متشال مع بعض ده شايل وده متشال شايلين ومتشالين مع بعض. طبعا لها مواصفات معينه ان لو انا بستخدم باكيه بدل دي بيم ان فرق الطول على العرض لو انا عندي باكيه لها طول لها عرض مش مهندس اقسم الطول على العرض ماكسيمم 1.33 يعني مش مهندس عشان اقول الباكيه دي بدل دي بيم وقلت لحضرتك انا عندي ادي باكيه اهي قلت عليها بند بيم وقلت عليها ده بيم ودي ال عشان اقول دي بند بيم اقسم ال على البي ما تزيدش عن 1.33 او 4/3 مره كده ما تزيدش عن 1.33 طبعا لها مواصفات كتير هنتكلم عليها في وقتها ان شاء الله بس دي اهم مواصفه فيها ان لازم تكون الى حد ما باكيه مربع لحد ما باكيه مربع. ده المنظر بتاعها ان شاء الله فيها سقف حلو كامل ان شاء الله بين اسمها الكاميرات المتقاطعه. المنظر بيبقى بالمنظر ده مفيش كاميرا شايل كاميرا الكونكشن دي مفتوحه كده معناها ان مفيش كاميرا شايل كاميرا كاميرات متقاطعه بانل بي. تمام النظام ده بيكون مفضل لحد كام 12 تمام. ده كده شويه معلومات عايز اتكلم عليهم في النظام الانشائي. تعال نخش بسرعه على الاحمال. تعال نتكلم عن الاحمال بسرعه. ايه الاحمال اللي عندي؟ في عندنا بي دي اف اسمه الاحمال هنفتحه مره. ده مجرد شرح للاحمال يضمن حضرتك الاحمال. ايه الاحمال اللي عندي؟ انا شرحتها من شويه بس هنأكد عليها تاني. اللودز تنقسم قسمين. قلنا اللودز من فوق كده قلنا ديد لود و لايف لود صح؟ معنى كلمة لايف لود أحمال حية. ده حسب إيه؟ حسب استخدام المنشأ. حسب استخدام إيه؟ المنشأ. حسب استخدام المنشأ. الناحية الثانية بينقسم كذا قسم وهو اون ويت كفرنج وول. الول دي هنتكلم عليها وين دي تاني بس احمال لوحدها. اون ويت دي معروفه هو حمل السقف سواء في السلاب سواء سقف مع كاميرات ايا كان. وده يا باشمهندسين السب يحط السب يحسب لوحده يعني انا مش محتاج احسبه. لما اجي اتكلم على انبوت للسب ده بيحسبه لوحده ده بيحسبه لوحده. تمام انا مجرد هعرف له البلاطه قطعها كذا الكاميرا قطعها كذا هو هيحسبه لوحده. تمام شنو صار استرس الخرسانه بيأثر في وزنها
سترينث ثانيه مثلا 240 كيلو جرام سنتيمتر ضرب السته في النص ازاي بقى هتبقى 700 زي ما انت ما فرق مش كبير على فكره يعني النص اي كان سترينث تمام لان انا ممكن اوصل سترينث اعلى بدفاق نفس الخرسانة ازود السنس بتاعها وقومتها بدفاق او حسبها بالاكسجين كله من لا لا ما يعني ايا كان بس هي اجمالا نص ثابته تقريبا يعني هو الاسترنس ده بيتعلق بالضفاف بس او كميه رمال عذره مش كتير يعني وانا ده خلاص ده ثابت خلاص او ده يحسبه السابق انا بتكلم على ايه؟ على الكفرنج والوول مش هنسيب الكفرنج ده لونه ايه؟ نوع عادي اللي هو از جنرال النوع الثاني الحمام هنا يا باشمهندسين انا بستخدم الكفرنج بوينت 15 طن على متر مربع انا بستخدم تغطيات وزنها بوينت 15 طن على متر مربع تمام طب الحمام ايه الفرق انا من شويه قال لحضرتك يا باشمهندس ان انا عندي ان الباتيه بسقطها كام بنزل بيها 10 سم كده صح دي كام بحط فيهم ايه ضمت بحط مواسير وحط لهم ايه رمل صح ال 10 سم ضمت بيزودوا لي الكفر طبعا فيهم رمل وفيهم حاجات تانية بس بيزودوا لي ايه الكفر انا بقول لحضرتك لو انا استخدمت هنا 15 استخدم لي في منطقه الحمامات الكفر بوينت 25 ضمن كام؟ زودت لي 100 كيلو على 100 مربع يبقى انا كنت بشتغل تصميم اول ما اتخرجت بعد كده اشتغلت تنفيذ عشان كان نسيت فرجعت بس انا فاكر لما جيت حسبتها وجبت التشطيبات اللي هم 10 سم اللي هم 6 سم رمل مع 2 سم مونه مع مش عارف مع البلاط والسيراميك كانت اكتر من 15 كانت تفصيل كتير كده تقريبا 2 او 2 3 من 10 حاجه زي كده هل 15 دي ليها تفيده ولا احنا بنحفظها كده 15؟ بص هي از جنرال او احنا بناخدها كده لو انت عايز تسمع بقى انا هسمع بقى اصلا بجد بسمع بس غالبا هي بتاخد كده احنا لو بنتكلم عن احنا بنتكلم على بروفيشنال ديزاين شغل ان احنا هنشتغل او شغل ممكن نطلعه هو في الكليه طول سنين الكليه على طول بوينت 15 طب ده بعد بعد المحاضره ونطلعها بس هي غالبا بوينت 15 طيب بوينت 15 بوينت 25 لايه؟ مناطق الحمامات مناطق الحمامات الوول هنتكلم عليه دلوقتي كمان شويه هنتكلم عليه اللايف لود حسب ايه؟ حسب استخدام المنشط باشمهندسين اللي انا عايز اتكلم عليه دلوقتي في اللود اخر حاجه احمال الحوائط وول لود احمال الاساس واحمال الفرنشر والحاجات دي وفي في بعض المساعدات اللي بتعمل فيها احمال افتح الكود وتلاقي عند حضرتك كل حاجه هيقول لحضرتك ان انت عندك لو انت عندك وزن غيري لو عندك معنى كلمه لايف لود كامله وزن بني ادمين لو احنا مع وزن الاساس مع كل حاجه مثلا درجه حراره 40 صغرى 20 درجه دي لما بتخش على السقف بتجيبك ايه حاجات امثله انت بتتكلم على التمبريتشر لود دي موال تاني خالص غير اللي بتكلم فيه يعني انا بتكلم على الحياة دي انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص بتكلم على موال ثانيه خالص تمام خلينا بقى خلينا جنب دلوقتي خلينا نتكلم في انفيد دلوقتي انا بتكلم على الوول تمام بس عشان اقول لحضرتك انا اريحك التمبريتشر لود ادجمنتس انا باخدها في اعتباري لما يكون في فاريانس في اختلاف درجه الحراره يعني هي مش مهندس يعني انا عندي جوه الاوضه درجه حراره 20 وبره اصلا 70 مثلا ولا 80 مثلا ده فرق كبير بس انا غالبا لو انا كنت شغال دلوقتي قلت البحر كام؟ قلت مثلا 30 40 جوه كام؟ 25 30 يعني الفرق ال 20 درجه هيجيب بس هجيب مش هجيب الرقم بتاعك مش هجيب اللي هو البالانس الكبير ده يعني زي مصنع مثلا في ثلاجات وبتاع في في شغل في شغل انا لا انكر وجود تمبريتشر لود ده لازم يكون في موجود طبعا بس انا كان في الواقع اللي احنا فيه هنا مفيش اختلاف كبير هنا الستيل عامه ستيل ماشي انا بتكلم حاليا في الكونكريت
مش فاهم تمام. بس الستيل فرقه مش برضه مش في ال تبرش قد ما في المقعد نفسه هو التمدد نفسه. ايوه بالظبط. طيب خلينا نتكلم في الاول. انا هقول لك تعمل ايه؟ انا هقول لك هتعمل ايه؟ لا بس مش مهندس رسام الستيل حصان مش تسمع شلون تصير الوول لود. اي وزن اي وزن عباره عن فوليوم في كثافه صح؟ اي وزن عباره عن فوليوم في كثافه. اي فوليوم عباره عن عرض وطول في سمك صح؟ إذن وزن الحيطان بي في ال في تي في جرام. باشمهندس البي حسب الطوبة. هل أنا شغال على طوبة هي 25 سم ولا على نص طوبة هي كام؟ 12 هي 10 هي بس هي 12 تمام؟ يبقى انا عرض الطوبه اللي هي 25 12 انا شغال على طوبه ولا على نص طوبه. انا اللي بلاقي او المعماري بيقول لي 25 12. طيب ايه اللي ده؟ لا ايه اللي ده؟ خمس طول الحيطه طول الحيطه ها. وده احنا هعتبره هنجيب احمالنا كل واحد متر. انا هعتبر ان انا هجيب احمال كل واحد متر تمام. كل متر كام؟ يعني انا عايز اجيب الحيطان كحمل كل كام؟ كل واحد متر. طيب التي المقصود بالتي هو هايت اوف وول. هايت اوف ايه؟ لا لا ده ال ايه؟ انت واحد متر خلاص. التي التي لسه هتكلم عليه هايت اوف وول. مش منسين انا عندي احتمالين. انا شغال فرد سلاب ولا تسلم طبعا تشمل الهولو كمان. لو انا شغال على فود سلاب اذا انت بتستخدم اتش وول بتساوي اتش ستوري ناقص تي بيم صح؟ اتش وول ارتفاع الحيطة عبارة عن اتش ارتفاع الدور ناقص دبس الكامر صح؟ لو بتتكلم على فلوس لاب بتتكلم على اتش وول بيساوي كام؟ بيساوي اتش ستوري ناقص تي اس ناقص تي اس بقى ايه؟ طب تمام؟ الجامه معروفه طبعا الجامه لها كذا نوع حسب نوع الطوب نفسه. في 1.2 في 1.4 في 1.8 1.6 كمان. اشهر حاجه او الموجود هو احمد العادي بتاعنا ده العادي هو ده 1.4 في 1.2 في خطوط خفيف شويه وفي كمان طوب اللي هو 1.6 كمان اه خطوط خفيف 1.6 الجامعة دي حسب نوع الطوبه نفسها في 1.6 في 1.2 بس الاشهر بتاعنا طوب الاحمر العادي هو ده 1.4 تمام. وكلنا كنا قلنا 13 بس تقريبا بيبقى الشامل التشطيبات يعني 2 سم للبياض والمحاره. لا 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 في لا في لا في لا 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 حسب انا بستخدم 25 او 12 ال ال هي 1 متر التي هايت اوف وول الجامعة حسب نوع الطوب تمام. انا كده بجيب لما اقعد في المعادله كلها بطلع اخر خالص طن على متر او احمال طن لكل متر ده احمال ايه؟ الو احمال الو. طيب تعالى ناخد بقى معادله لو انا عايز اطلع احمال الحيطان لفيس كاب مثلا 20 سم خلاص خلاص كبير. لو انا طلع لي
عشان تصير احمال اللي انا قلتها دلوقتي دي احمال ايه؟ الطوبه. احمال ايه؟ الطوبه. في كمان في الطوبه لما اعمل حته ايه؟ ده طوب. في هنا كمان حوالي 2 سم ده سم ايه؟ ده محاره صح؟ الرقم ده ممكن ناخده رقم اكتوب كتب بالظبط 0.065 في الفرق ده حمل على طول رقم على بعض 0.065 0.065 اذا انا باخد انا شرحت من شويه كده شرحت ايه الحيطه كايه كطوب كطوب الحيطه بتتبني بتبني هنا محاره معايا محاره محاره ده حمل برضه على السقف ده برضه حمل الحين يا باشمهندس انا بقول لحضرتك خدوا قيمه 0.065 في الاتش اذا معادله كتوتال بقى فبقول خدها معادله كامله للفتة كله حمل الحيطان كله W بتساوي B أول في جاما ار سي سوري جاما وول زائد 0.065 الكلام ده كله في اتش وول هيطلع في الاخر خلاص طن على بي وول عرض الطوبه في جاما وول زائد 0.065 في ارتفاع الحيطة هتاخد طن على ايه؟ اذا يا باشمهندس لو انا قلت لحضرتك انا بشتغل فلات سلاب تي اس 20 سم اتش ستوري 3 متر الطوبة او بي وول بتساوي 12 سم هتقول لي ان الحمل كلي بيساوي 0.12 في كام؟ في 1.4 او جاما وول بتساوي 1.4 زائد 0.065 الرقم ده كله مضروب في كام؟ 3 متر ناقص 0.2 الرقم ده خالص هيطلع معاك طن على المتر ايه؟ عشان طوبة مش مكملة في الحيطة. انا قلت سوري هو ارتفاع الدور من دور كام؟ شامل تي اس شامل تي اس معنى اتش دي اتش وول دي معناها ارتفاع الحيطة جبتها انت ارتفاع الدور كله ناقص تي اس جبتها من اي حاجة ايا كان اسمها اتش وول اذا 0.12 1.4 0.065 في اتش او تمام لو انا عندي الطوبه 25 سم الشكل ده كام؟ 25 لو انا عندي الكاميرات 70 سم وانا شغال محسوب سلاب هشيل دي واحطها كام؟ 0.7 يبقى انا اللي بغير ايه؟ عشان هي مش هامل حيطان هي حمل وهي هي منشله ولا الكاميرا شايله؟ مش مهندس انا بتكلم على ايه؟ احمد ايه؟ احمد ايه؟ هي الكاميرا منشله على الحيطه؟ لا بتكلم على انا بتكلم على احمد حيطه هو بيتكلم على وزن الطفل هو حمل ايه؟ ده الكاميرا حمل ايه؟ حمل ايه؟ حاره ايه؟ فكان انت عايز تزود هنا كمان بقى تزود كمان هنا 0.065 0.7 لا يا باشمهندس لو معنى تسيب يعني انت هتسيب 70 سم تشيلها خالص او تسيبها اذا انت حطيت 70 سم طول لا مش موجود نفس المعادله لو انت هتقول لك المعادله انا فهمت من كلامك عايز تزود 0.065 في 0.7 ماشي بس صغير خالص اذا ان الاحمال الكليه بتاعت الهول هي عباره عن احمال الهول بالمنظر ده الاحمال المنظر
ترانزيم هي دي الاحمال اللي انا هستخدمها المره الجايه وانا بدخل الغول لود. اذا انا مطالب مني ادخل احمال وهي اون ويد سبع حساب عن طريق انا حسبت له او اديته القطاع بتاعتي. الكفرنج انا هحطها له، الغول هحطها له بالمنظر ده، اللايف لود حسب استخدام المبنى نفسه. تمام، ده كل ما يخص الجهاز. يبقى عندك بي دي اف. تمام، انا كده خلصت اللي عايز اقوله النهارده ان شاء الله. كده قلت سكال سيستم، قلت البيرنج كاباستي والسوي ريبورت، وقلت ايه اللود. هي محاضره بسيطه ان شاء الله النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنبدا نخش في المشروع، هنعمل السيستم بتاعنا وهنعمل فايل الساب، ولو ربنا كرم ممكن نكمل كمان في ديزاين كله. تمام، بس في مشكله.